خلاص بقى هنتكلم في كل ما يخص المانوال ايشو والاي ام دي. هنتكلم في الجزئيه بتاعت ازاي ان احنا نلعب في السعر، ازاي تبني سعر مانوال لو انت عايز جرافيكال بالمناسبه بالماوس ما فيهاش اي نوع من انواع مداخل. اتمنى بس ان الناس كلها تكون سامعه صوتي كويس، ما حدش عنده مشكله في الصوت، الشاشه كله شايف شاشه الباوربوينت بتاعتي تمام، عشان بس اي الدنيا واضحه معانا من الاول، عشان لو في اي حاجه مش مظبوطه نظبطها قبل ما نبدا يعني. تمام طيب حضراتكم يمكن عارفين مين معاكم، انا اسامه طبعا، يمكن في ناس النهارده اول مره تحضر معايا، في ناس اوريدي عارفاني، انا التريننج مانجر ايجيبت، بس انا ريجيونال، انا اصلا بدرب عامه مش في مصر بس، في كله في الميدل ايست عامه كله، فاحنا كورساتنا مش في ايجيبت بس بالمناسبه، لا انا بدرب عامه في اي حته ما فيهاش مشكله بالنسبه لمنطقه الميدل ايست. الرولز بتاعتنا عامه في التريننج زي ما احنا عارفين احنا كلنا ميوت، وقت ما انت عايز تسال الشات موجود، اسال السؤال بتاعك في الجزئيه اللي احنا بنشرح فيها، او ممكن تستنى بعد ما نخلص نجمع الاسئله كلها في الاخر ما فيهاش اي مشكله. انا ان شاء الله هحاول برضو امشي بقدر الامكان بطيء شويه عشان الشاشه ما بتبقاش ماشيه احيانا مع الصوت شويه، كل واحد على حسب الكونكشن اللي عنده، مش دايما كلنا الكونكشن بتاعتنا بالمناسبه زي بعض بنفس السرعه، عشان كده هتلاقوني بطيء شويه، ما بشرح مدخل او حاجه هتلاقيني بقعد فيها مده ما فيهاش مشكله، بس عشان حضراتكم تاخدوا حقكم برضو في الشرح. طيب الجزئيه اللي احنا معتاد نتكلم فيها كل يوم في كل كورس، ويب سايت بتاع mytravelport.com، ويب سايت بتاع travelport marketplace، الجزئيه بتاعت السيرتيفيكيت هتجيبها منين؟ يعني الحاجات دي من الحاجات اللي انا بتكلم فيها كل يوم، سواء انت مثلا اول مره تسمعها سواء سمعتها قبل كده، انا بس بزود ان هي مهمه بناكد عليها بس اكتر، حتى لو انت بتسمعها مره واثنين وثلاثه 10 عشان تعرف اهميتها. تمام؟ ماي ترافل بورت المفروض ان كل واحد يكون ليه اكونت على ماي ترافل بورت، واتفقنا وقلت الكلام ده قبل كده، اللي مش عارف يعمل اكونت هساعده، لكن مش انا اللي بعمل اكونت عشان بس الناس تبقى فاهمه. تمام؟ يعني انا ممكن اساعدك ازاي تعمل اكونت، لكن انا مش انا اللي بعمل كريت اكونت من عندي. حلو؟ او حتى لو اكونت ما اشتغلش برضه ممكن اساعدك، او برضه في هيلب ديسك كمان ممكن يساعد في الجزئيه دي، فانت عشان حضراتكم تبقوا عارفين هو مش بس واحد بس اللي بيساعد في جزئيه الاكونت ماي ترافل بورت، لا عندك هيلب ديسك بيساعد، انا بساعد ما فيهاش مشكله. حتى ممكن حد من زمايلك اللي عمل اكونت قبل كده وعرف يعمل اكونت يساعدك ازاي تعمل اكونت. ماشي؟ خدوا بالكم هي بس الفكره كلها لما تيجي تعمل اكونت على ماي ترافل بورد احيانا غير البي سي سي بيطلب منك ان يعني انت تقول له رقم كيو موجود عندك، كيو رقم كذا عليه كام حجز عشان يتاكد ان انت في الشركه، يتاكد ان انت موظف في الشركه. فدي اسئله زي سكيورتي كويشن، يعني سؤال ده تاكيد للامان بس مش اكتر، يتاكد ان انت موظف في الشركه. فالاسئله دي يعني بيطلب منك انت تجاوب عليها وانت بتعمل اكونت بتاع ماي ترافل بورد، يعني مش شرط تقول له رقم الكيو، اي كيو قول له انا عندي مثلا كيو رقم كذا عليه كام حجز، قول له هو بيعمل تشيك اوريدي اوتوماتيك لوحده. تمام؟ دي اسئله بس للامان بيطلبها منك وانت بتعمل اكونت بتاع ماي ترافل بورد. الماركت بليس كويب سايت يا جماعه نقدر نعمل منه داونلود لكل السوفت وير للحاجات الجرافيكال، وهوريكم حاجه برضو النهارده يمكن انا وريتها للناس بكره، موضوع الكوفيد 19، ازاي انزل حاجه ليها علاقه بموضوع الكورونا، ازاي اعرف ايه البلاد اللي هي محظور السفر ليها او البلاد اللي هي بقت سيفتي شويه فيها نوع من الامان شويه السفر، هنتكلم عليها سريعا برضو في الاول واحنا قبل ما نشتغل. جزئيه السيرتيفيكيت عشان بس الناس تبقى عارفه، انت كل سيشن بتحضره اللي هو كل يوم، مجرد ما انا بقفل الكورس من عندي بيجي لك السيرتيفيكيت اوتوماتيك على ماي ترافل بورد، بتفتحها من اول بيج في ماي ترافل بورد بتلاقي حاجه اسمها ترافل بورد ماي ليرنينج تحت بالاخضر كده مربع بتاعها زي ده او بالظبط نفس الشكل حضراتكم شايفينه تحت، ماي ترافل اللي هي ترافل بورد ماي ليرنينج في اول شاشه في ماي ترافل بورد، دي اللي انا ممكن اجيب منها، نجيب منها كورسات الاونلاين مواعيدها ممكن تسجل فيها، ممكن تجيب منها كمان السيرتيفيكيت بتاعتك، فهي ليها فوائد كتير جدا. ماي ترافل بورد كمان مش حته جزئيه بس الكورسات الاونلاين وجزئيه السيرتيفيكيت، لا نولج الماتيريال الكورسات شرح بالتفصيل الممل كل ده انت ممكن تجيبه من ماي ترافل بورد عموما. فانت دايما خد بالك ان الحاجات دي مهمه بعيدها وكل مره عشان ممكن يكون حد قبل كده ما خدش باله، اباكد عليه معلومه مره ثانيه، ممكن ما حدش حضر معانا قبل كده يسمعها عشان بس يعرف برضو ان دي مهمه، فالحاجات دي كلها تفرق معاكم في الشغل صدقوني اكتر من انا شخصيا. تمام؟ ماي ترافل بورت بالمناسبه مش مرتبط ان انا يعني لازم اكون جديد في السيستم، لا ماي ترافل بورت بالمناسبه بيفرق احيانا في حته الخبره، يعني انا النهارده خبرتي كلها ازاي ادور، ازاي اجيب معلومه بسرعه. تمام؟ هي دي ماي ترافل بورت، حته ان انا عايز هيلب، في هيلب جوه السيستم بس ماي ترافل بورت في هيلب اكبر شويه. في هيلب بالتفصيل الممل، شرح بالخطوات بالتفصيل الممل بشكل الشاشه، دي ميزه ماي ترافل بورت. كمان انت ممكن تنزل منه كورسات، تعمل داونلود، بس هتلاقي كلها حاجات بي دي اف.
سواء مثلا بتتكلم في جزئيه المانوال ريشو هتلاقيه موجود شرح، سواء بتتكلم في الاوتو ريشو، بتتكلم في الريفاند، كل الخطوات موجوده، بس تلاقيها زي فكره كورسات، يا اما بيشرح شرح عادي جوه مايكروسوفت وورد، يا اما زي دوكيمنت او بي دي اف انت ممكن تعمله داونلود عادي، فكل ده متاح في مايكروسوفت وورد. طيب اللي احنا هنغطيه مع بعض ايه النهارده؟ ده كل اللي هيتغطى النهارده عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين ان احنا هنغطيه. هنتكلم من اول حاجه اسمها ريفاليديشن. في ناس عارفه ريفاليديشن، في ناس عارفه انها يعني ما بنعملهاش كتير في مصر، ما بنستخدمهاش كتير، بس هنشرحها، انا مجهز مثال ليها. ازاي اعمل ريفاليديت لتذكره، او بنسميها بالعربي تعديل صلاحيه تذكره. يعني ايه اغير صلاحيه تذكره؟ يعني غير تاريخ، غير ميعاد رحله، بس ما بلعبش في الدرجه ولا في خط السير ولا في الايرلاين. بس الريفاليديشن مشكلته حاجه واحده، هل الايرلاين نفسه بيقدر ريفاليديشن ولا لا؟ دي نقطه. ثانيا لكل الدرجه نفسها اللي بعمل لها ريفاليديشن ما يكونش عليها غرامه. فيا جماعه اي حاجه عليها غرامه خلاص انت بتتكلم في ريشو، او احنا بنسميها اكسشينج، ان انا بستبدل تذكره بتذكره. لكن ريفاليديشن هي نفس التذكره برقمها زي ما هي، بس بغير جواها التاريخ او ميعاد رحله، بس ادي كل فكره ريفاليديشن. هنتكلم على جزئيه الريشو، تمام، اللي هو احنا بنسميه اكسشينج، ان احنا بنغير تذكره بتذكره، بنستبدل تذكره بتذكره، هنشرحها بالتفصيل الممل. هنتكلم على انواع الريشو والسيناريوهات بتاعته. هنتكلم في جزئيه لو التذكره ان يوزد كلها اوبن، ودي هنعملها عملي قدامكم في اكتر من مثال، مثال براكب، مثال في اكتر من راكب انواع ركاب مختلفه. هشرح بس الجزئيه بتاعت البارشال يوزد، لان دي مش هقدر اشرحها عملي، لان هي لما يكون عندك الذهاب مستخدم والعوده اوبن، بالمناسبه هي نفس خطوات التذكره الريشو العاديه بس باختلاف مدخل التسعير، فكده كده هنشرحها ايه اللي يفرق ما بينهم، بس هو مدخل التسعير، مدخل الاسعار دي. هنتكلم لو عندي حاجز فيه اكتر من نوع راكب، وده انا مجهزه. وهنتكلم برضو في نفس الفكره لو انت ريروتنج. عامه الريروتنج هو نفس خطوات الريشو العاديه، بس انت بتلاقي ان انت بغير خط سير. عامه انت تغيير التذكره مش مرتبط بتغيير ميعاد بس او رحله او تاريخ، لا ممكن اغير كله، ممكن اغير ميعاد رحله، ممكن التاريخ، ممكن الدرجه، ممكن خط السير، بس الريروتنج بالذات هو مشكلته الوحيده. الايرلاين اصلا اللي انت حاجز عليه او مطلع عليه تذكره بيسمح بتغيير خط السير ولا لا؟ في ايرلاين بتسمح، في ايرلاين لا، بس هو نفس خطوات الريشو العاديه. ماشي. هنتكلم في الاي ام دي، الالكترونيك ميسيلينيس دوكيومنت، ازاي اصدر وثيقه. عندك الغرامه بالمناسبه فيها نوعين، في نوع غرامه ايرلاين بيطلعها اي ام دي في وثيقه بره التذكره، تمام، وفي ايرلاين بيطبق غرامه ضريبه. يعني كده كده الحمد لله انا مجهز مثالين هنشتغل على الفكرتين. هنجرب ازاي لو ايرلاين بيطبق غرامه ضريبه هنعملها ازاي، لو ايرلاين بيطبق غرامه اي ام دي هنعملها ازاي. فكده كده احنا هنغطي الاثنين ان شاء الله مع بعض. والنولج والبيز ماتيريال زي ما اتفقنا، النولج والبيز ماتيريال او ماتيريال عموما حضرتك، ايفن انا رغم ان انا باعت لبعض الناس، يعني في ناس انا بعت لها بمناسبه، ويمكن هلا انا بعت لك الحاجات دي امبارح، بعت لك في ورق كده للريشو بس لوحده، يعني ده مغطي خطوات الريشو والمانيوال والاوتوماتيك كلها بس بالسكرين شوت، شرح بالسكرين شوت. فبرضه هي انت هلا ممكن تبعتيه للناس اللي معاكي كلها، واي حد عايز ما فيش مشكله، ده عندي ممكن ابعته للناس كلها. هو بالسكرين شوت هو حوالي 40 ورقه بالمناسبه، مش قليل، بس 40 ورقه عشان هو بيشرح بشكل شاشه خطوه خطوه بشكل شاشه، سواء في المانوال او حتى في الاوتو ريشو، تمام. بلس ان الكلام ده برده موجود فين يا جماعه؟ موجود على مايكروسوفت وورد. يعني انا بقول لك في اكتر من تول، اكتر من وسيله توصل منها للمعلومه، توصل منها للكورسات، للشرح بالتفصيل الممل، مش شرط الحاجه تجي لك من عند حد، لا انت ممكن تجيبها من مايكروسوفت وورد دوت كوم. واضحه لحد كده؟ تمام. هنبدا بس بجزئيه الريفاليديشن. يعني ايه ريفاليديشن اصلا؟ كده كده بالمناسبه الريفاليديشن رغم ان هو مدخل واحد بس اللي بيتعمل، او ممكن مدخلين على حسب لو عايز تعمل ريفاليديت يعني لكام سيجمنت، بعمل مدخل لكل سيجمنت بمعنى صح. ريفاليديت مشكلته بس الايرلاين بيقبل ولا لا؟ المعلومه دي احنا ممكن نجيبها من مايكروسوفت وورد، ان انت عايز تعرف الايرلاين ده بيقبل ريفاليديشن ولا ما بيقبلش، مفعلها ولا لا؟ صح. بس الريفاليديشن يا جماعه اصلا ليه شروط، يعني هي مش عشان الايرلاين بيقبل يبقى خلاص يبقى هعملها، لا. الايرلاين لو بيقبل ريفاليديشن، الريفاليديشن شروطه ايه اصلا؟ ان ما يكونش عندي غرامه، ادي اول حاجه. ما هو انت لو عندك غرامه ما فيش حاجه اسمها ريفاليديشن، ما ينفعش. لازم اغير التذكره دي بتذكره جديده، لازم اعمل ريشو، لازم اعمل اكسشينج، تمام. فانت لازم تبقى فاهم كل حاجه معناها ايه، خاصه ان احنا عندنا ريفاليديشن بالنسبه للسوق المصري استخدامه قليل جدا، نادر جدا. ليه؟ اولا كام واحد بيطلع تذكره على درجه ما فيهاش غرامه؟ ادي اول حاجه. صح؟ وفي نفس الوقت بيكون الايرلاين ده بيبقى ريفاليديشن، ما انت عايز الشرطين يكونوا متطبقين.
لان ايرلاينز كتير بالمناسبه ممكن تلاقي درجه انت مش حاجز، يعني حاجز على درجه ما فيهاش غرامه عادي، بس يقول لك اعمل لها ريشو بال 11 اكس ام، مش بيحصل. ما هو ده بدل فكره الريفرديشن، هو الايرلاين مش عايز يسمح بالريفرديشن بس بيقول لك اعمل لها ريشو، اعمل لها ريشو ب 11 جنيه. يا عم ما فيهاش غرامه، اعمل لها ريشو ب 11 جنيه. ما هو ده اللي بيحصل. تمام، انا كده كده مجهز مثال على قرار الاتحاد هوريه لكم في الاول قبل ما نتكلم في الريشو ازاي نعمل ريفرديشن، وخطوه بالمناسبه بتتعمل بالماوس كمان. يعني ده المدخل، رغم ان ده مدخل الريفرديشن هو مدخل واحد او مدخل ممكن يتكتب بصيغه ثانيه او صيغه ثالثه، ما فيهاش مشكله. بس الفكره كلها ان المدخل ده انا ممكن بدل ما اكتبه بايديا كمدخل، لا انا عندي اوبشن ان انا ممكن اخليك تعمله بالماوس واوريها لك بتتعمل ازاي. المدخل ده يا جماعه كل الفكره بتاعته تي كي اللي هي تيكت، ار اي تي اللي هي اختصار ريفاليديت، اس 1 انت بتعمل ريفاليديت للسيجمنت رقم كام، يعني انت بتقول له رقم السيجمنت اللي انا بغير تاريخها اللي انا بغير ميعاد رحلتها، سلاش تي ان اللي هي اختصار تيكت نمبر رقم التذكره بيتحط بعد التي ان، سلاش سيجمنت 1 اللي هي في التذكره الكابون رقم كام. انت خد بالك هي مش دايما، يعني احنا عارفين اه واحد يقول لك طبيعي سيجمنت 1 كابون نمبر 1، طيب يعني انت لو عندك سيجمنت نمبر 5، هو سيجمنت نمبر 5 بالمناسبه هتبقى كابون نمبر 1 لان التذكره اصلا بتطلع فيها اربع كوبونات فقط، فانت لو عندك خمسه سيجمنت، السيجمنت رقم خمسه بتنزل في رقم تذكره ثاني بس بتبقى سيريال مع التذكره اللي قبلها، بنسميها كونجنكشن تيكت، يعني تذاكر ريليتد لبعض مرتبطه ببعض ورا بعض. ف يعني مش دايما سيجمنت 1 كوبون نمبر 1، ممكن تلاقي سيجمنت 5 كوبون نمبر 1 برضه. فانت خدوا بالكم من الحته دي، الحاجات دي ساعات بتفرق شويه كفنيات شغل. تمام؟ فكده كده انا مجهز مثال على الاتحاد هوريكم الريفرديشن بتعمل ازاي جرافيكال بالماوس من غير ما تعمل اي مجهود خالص. تمام؟ معايا لحد كده يا جماعه؟ الناس كلها سامعه كويس؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي في الصوت او في اي حاجه مش مظبوطه؟ طيب اعتقد لحد كده ما عندناش اي مشكله. انا كده كده هوري حضراتكم مثال على الفاليديشن بس على طيران الاتحاد. تمام، انا مجهزه وهنشتغل عليه. شوف بس حضراتكم الاول شايفين الشاشه بتاعتي ولا لا؟ ماشي. طيب انا بس اللي عايزه من حضراتكم كلكم ان انت بس كل واحد في الشات يكتب لي اسمه، يعني او هاي او اي حاجه، لان الكلام ده كله بيتسجل. فانا باجي في اخر الكورس مثلا بشيك عشان اشيك مين حضر مين ما حضرش، رغم ان انا ببقى عندي مسجل الحاجات دي كلها بس احتياطي عشان براجع. فكل واحد بس في الشات يكتب لي الاسم بتاعه او هاي او اي حاجه او اوكي حتى، عشان بس حتى ابقى شايف الاسم بتاعه. تمام، فدي بتفرق معايا عشان انا هو مش بعمل ريكورد او مش انا بسجل، لا بس هو في الشات بيتسجل عندي في الفايلات بتاعت السيستم عندي من جوه، فبقدر اراجع وقت بعد كده لو عايز افتكر مين حاضر او لو اسمه وقع مني لا قدر الله. خدوا بالكم برضو انا بشر، ساعات بيبقى عندي العدد كبير شويه فالدنيا بتتوه، خاصه لو في اسماء متشابهه احيانا. تمام، رغم ان انا عارفكم كلكم، بس ده احتياطي عشان برضو ما اضيعش حق اي حد في قصه السيرتيفيكيت، وعشان اسجلك ويجي لك السيرتيفيكيت على ماي ترابل كول. تمام، عامة متشكرين، انا شايفكم كلكم بتكتبوا كويس عشان بس يبقى الدنيا واضحه بالنسبه لي. حضراتكم بس شايفين شاشه السيستم عندي مش كده؟ كله شايف شاشه جاليليو ولا حد عنده مشكله؟ تمام. المفروض ان الشاشه نعمل لها شير، اعتقد كده هي واضحه بالنسبه لكم صح؟ سيستم جاليليو حضراتكم واضح قدامكم مش كده؟ تمام. بصوا حضراتكم في ناس يمكن شافت معانا امبارح موضوع اللي هو الكوفيد 19 او الكورونا، في ناس لا ممكن ما شافتوش اول مره على سبيل المثال. فحضراتكم انتوا هتلاحظوا عندي في الشاشه اللي فيها الحجز في فوق كايكون كده شبه الكورونا او اللي هي شكل الفيروس، ربنا يعني يعافينا ويعافيكم جميعا ان شاء الله، يعني منه ابعدنا عنه. الفكره كلها من موضوع كوفيد 19، احنا ليه عاملين ايكون بي او ليه عاملين بلجن مثلا؟ يعني ايه البلجن ده بيجيب لي ايه؟ كم المعلومات اللي ممكن يجيبها لي عن موضوع الكوفيد 19 او استفيد او يفرق معانا في ايه؟ لا بالمناسبه هو بيفرق كتير. يعني انت وانس ان انت هتنزل ايكون دي، هنزلها منين؟ هقول لحضراتكم هنزلها منين. هتلاقي اسمها ترابل بورت كوفيد 19 سمارت بوينت بلجن، بس جاست انت بتعمل كليك عليها. تمام؟ طيب انا هعمل كليك عليها، المفروض ان هو يفتح لي شاشه مش كده؟ طيب حضراتكم شايفين الشاشه دي ظهر فيها ايه؟ حد شايف؟
يعني مجرد ما انا عملت كليك ايه اللي ظهر في الشاشه؟ شايفين هو بيتكلم على ايجيبت يونايتد عرب اميريتس؟ حد واخد باله؟ ايجيبت يونايتد عرب اميريتس ليه؟ حد واخد باله او فاهم الفكره عامله ازاي؟ هو بالمناسبه هو بيشوف الحجز بتاعك، هو بيشوف الحجز بتاعك رايح فين، خط السير رايح فين. فانت رايح من ايجيبت لابو ظبي، ابو ظبي دي فين؟ في الامارات مش كده؟ فهو بيجيب لك هنا النسبه بالنسبه لايجيبت اللي هي 60%، 60% بالمناسبه يعني نسبه نقل العدوى او نسبه ان العدوى موجوده بنسبه 60%، ونفس القصه بالنسبه للامارات هتلاقيها النسبه اعلى شويه نسبه 69%. فحته ان هو بيجيبها لك برسنتج، هو بيجيبها لك برسنتج، يعني ايه؟ يعني تقصد الكونتري دي او البلد دي سيف ولا مش سيف بالنسبه للسفر ولا لا؟ الحاجات دي بتفرق بالمناسبه معانا كتير جدا، صح؟ فوانس انت تكون فاتح حجز هو بيشوف الاورجن انت طالع منين، يجيب لك النسبه بتاعت البلد دي ايه، رايح فين الديستنيشن، يجيب لك النسبه بتاعت البلد دي، صح؟ وبالمناسبه كمان هو بيبقى مشيك على حته التواريخ، يعني التاريخ اللي هو ابديت النهارده، يعني النهارده 15 جولاي، لان ممكن يكون في البلد دي مثلا لسه الطيران ما فتحش فيها بنسبه 100%، فبيجيب لك الحاجات دي كلها. احيانا بيجيب لك حتى شركات طيران تحت اللي بتخدم في خطوط السير دي من الامارات او من ابو ظبي على سبيل المثال، صح؟ الحاجات دي كلها كمعلومات عامه بتفرق معانا في الشغل، صح؟ مش احنا يمكن في ناس حضروا معانا الموضوع ده امبارح وشافوه، مش كده؟ طيب يعني هتلاقي هنا مثلا انت بتتكلم اتحاد ايرويز هيشتغل جولاي اوجست 20 اوبريشن من 6 جولاي على سبيل المثال، هتلاقي في شركات طيران ثانيه هتشتغل لسه هتتفعل من اكتوبر، يعني احنا مش كل شركات طيران اشتغلت 100% من كل المطارات اللي في الدنيا عشان بس الناس تبقى فاهمه، بس فكره ان السيستم يدي لك المعلومه في حد ذاتها دي كويسه. فكره ان انا ممكن اجيبها من كليك بايكون بدل ما انا اخش، ما في ناس يقول لك ايه؟ اخش مثلا ادور، انت عندك اللي هو منظمه الصحه العالميه الويب سايت بتاعها وادور، لا ما انت عندك الكلام ده موجود عندك في شغلك خاص بالمجال بتاعك، يفرق في المجال بتاعك كمان، صح؟ بلس غير ان هو كاتب لك ايجيبت ويونايتد عرب اميريتس وجايب لك النسب بتاعتهم، جايب لك الماب فيو لو انت عايز تشوف الخريطه. طبعا كل ما يبقى اللون احمر يبقى ريستريكتد او مش مصرح قوي بالسفر للمنطقه دي، كل ما يبقى اللون اخضر يبقى سيف اكتر او سيفتي اكتر شويه. وممكن تعمل زوم ان وزوم اوت العادي، تمام؟ عشان لو عايز تجيب بلد معينه وتشوف العلامه دي معناها ايه وتقف عليها. فالفكره كلها ان انت ممكن تجيب خريطه العالم كله وتروح تشوف اي بلد، دي طبعا هتلاقي النسبه فيها 91% بالنسبه لليبيا على سبيل المثال، لايجيبت هتلاقي النسبه فيها 60%. ماشي؟ هتلاقي مثلا النسب في بعض الدول زي السعوديه احمر شويه للنسبه اعلى 71%، هتلاقي يمكن برضه نفس الكلام بالنسبه للامارات، بس الامارات 69%. يعني المخاطره بالنسبه للامارات هي اقل شويه من السعوديه، السعوديه نسبه المخاطره فيها اعلى شويه. الحاجات دي بتفرق معانا، تمام؟ لو ما فرقتش معاك عامة بتعملها ابديت على طول يا مدام هناء، عادي حضرتك هي بتبقى ابديتد، انت وانس انت دخلت بيجيب لك اخر معلومه بالنسبه لليوم اللي انت فيه. يعني هو قاري النهارده 15 جولاي جاب المعلومات اللي خاصه من 15 جولاي، هوريكم ازاي تنزلوها، هي سهله يا جماعه. ما هو بس مشكله البلجنز والسكريبتس الحاجات الجرافيكال اللي احنا هننزلها من ترافل بورت ماركت بليس، بس هي لازمتها عندي اكونت على ترافل بورت ولا لا؟ بس عندك اكونت هتلاقي الموضوع اسفل مما تتخيل، هعمل داونلود من الويب سايت على طول وينزلها لي، تمام؟ فهي الفكره، بص هوريكم انتوا بتنزلوها منين دلوقتي ومش هتاخد وقت، انا هوريكم خطوات بس سريعا شويه، تمام؟ طيب صعبه دي، موضوع البلجن دي شفتوها معايا، شفت الامكانيات اللي بتجيبها لي، كم المعلومات اللي ممكن تعرضها لي، فاعتقد سهله، تمام؟ ما انا هقول لكم، بصوا يا جماعه انا نفسي لسه منزلها من يومين ثلاثه، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه، بس هوريكم خطوات ازاي. خليكم معايا بس انتوا الاول فهمتوا الفكره بتاعتها الاول، يعني فهمتوا فكرتها، يعني فهمت فايدتها بالنسبه لك في المجال بتاعك في شغلك، يعني هتفيدني في ايه، تفرق معايا في ايه، ده اللي يهمني الاول. انا هوريكم ازاي دلوقتي تنزلوها، ماشي؟ وبعد اذنكم انا ما عنديش اي مشاكل، هنخلص كورس الساعه 4، اي حد عايزني اخش معاه بالتيم فيور نجهز نظبط الدنيا مع بعض، انا ما عنديش اي مشاكل، بس نخلص الساعه 4 انا هبقى افيلبل بعد 4 اخش مع اي حد بالتيم فيور، لو حد عنده مشكله مش عارف ينزل ابلكيشن، مش عارف ينزل سكريبت، مش عارف ينزل بلجن، تمام؟ بس زي ما اتفقنا عندك بس الاكونت بتاع ماي ترافل بورت ولا لا؟ لو حتى ما عندكش انا عندي الحل، اخش معاك بالتيم فيور، اخش انا بالاكونت بتاعي اعمل لك داونلود عندك مؤقتا لحد ما انت تعمل اكونت على ماي ترافل بورت، عايزين اكتر من كده؟ تمام؟
انا بقول لكم حل، يعني ده حل مؤقت على برضه ما انت تعمل اكونت على ماي ترافل بول. ماشي؟ طيب هستاذنكم بس اوريكم الخطوات نفسها عامله ازاي. تمام؟ بصوا يا جماعه، شايفين ام بي اللي انا دخلت عليها على الشمال اللي هي ساوث بورت ماركت بليس، فتح لي شاشه كده، شايفينها ولا لا؟ فتحت قدامكم شاشه صح؟ شايفين الاربع مربعات اللي انا واقف عليهم وهو جايب لي كلمه براوس ماركت بليس؟ شايفين براوس ماركت بليس؟ حد شايفها؟ الاربع مربعات دول حضرتك اعمل كليك عليهم هيفتح لك الويب سايت على طول. وانس انا اعمل كليك على الاربع مربعات ادي شكل الويب سايت. ظهر عند حضراتكم ولا لسه؟ طيب هوري حضراتكم حاجتين انا شايف ان انتم كلنا محتاجينهم في الشغل. ماشي؟ غير موضوع كوفيد 19 هتكلم عليها، بس في حاجه ثانيه انا تهمني عشان هوريها لكم النهارده، كلكم هتحتاجوها في شغلكم. اولا حضرتك ممكن اول ما تخش على تارجت ماركت شايفين كلمه ساين ان اللي فوق؟ عشان تريح دماغك. شايفين كلمه ساين ان اللي انا واقف عليه بالماوس؟ ساين ان زي لوج ان او لوج اون. شايفينها كويس؟ حد شايف ساين ان اللي واقف عليه بالماوس دلوقتي ولا لا؟ هي في اول شاشه فوق جنب كلمه ريجستر، حد شايفها؟ ما اصبروا بس عليا هوريكم. حاضر، ما انا اديتكم حل. انا حل عندي دلوقتي هخش معاك نجرب. ما ينفعش بالاكونت بتاع حضرتك، انا هساعدك انا اخش بالاكونت بتاعي وهنزلك البلجن او السكريبتات اللي انت عايزها اللي انت هتبقى مهمه بالنسبه لك في الشغل. ده حل مؤقت على ما تظبطوا موضوع اكونت ماي ترافل بول. ماشي؟ واضحه؟ بس انا هعمل ساين ان. طيب حد لاحظ ان هو دخل مباشره بالاكونت بتاعي؟ حضرتك شفت اسمي ظهر اهو مش كده؟ معايا يا جماعه ولا لا؟ المفروض ان انت لما بتعمل ساين ان بالمناسبه بيدي لك خانه بتحط فيها اليوزر نيم بتاعك، بيدي لك خانه بتحط فيها الباسورد اللي هم بتوع ماي ترافل بورت دوت كوم. انا مسيفهم عشان كده خدهم اوتوماتيك لوحده. يعني انا مسيف اليوزر نيم والباسورد بتوع ماي ترافل بورت، فعشان كده اول ما عملت ساين ان راح داخل بالاكونت بتاعي. لكن هو بيديك خانتين، حط مثلا اليوزر نيم بتاعك بتاع ماي ترافل بورت، حط الباسورد، بس لو ما حطيتش الباسورد صح بيطلع لك كونكشن ايرور. دي حصلت معايا لما مره كتبت الباسورد غلط. ماشي؟ ما هو لو بيقول الكلام ده معناه ان في بيانات ناقصه من ماي ترافل بورت. يعني لما جيت عملت اكونت كان في حاجات ناقصه من بيانات ماي ترافل بورت ميسنج، عشان كده قال لك كده. لكن انت اللي عامل اكونت وحط كل البيانات بتاعت ماي ترافل بورت مظبوطه، مش هيقول ان في حاجات ميسنج، مش هيقول ان في فيلدز ميسنج. واضحه؟ الفيلدز او الحاجات الميسنج او الناقصه بتبقى من الاكونت بتاع ماي ترافل بورت، مش من الاكونت بتاع ماركت بليس. بس زي ما اتفقنا هساعدكم، ما عنديش مشكله. اي حد النهارده بعد ما اخلص الساعه 4 كلمني حضرتك اخش معاك تيم فيير، انا انزلك بس الحاجات المهمه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده على ما نشوف حل موضوع ماي ترافل بورت. لان ابسط حاجه اكونت ماي ترافل بورت لو في مشاكل بس انت عنه هيساعدك الهيلب ديسك ان هو يفعله لك ويشغله لك ويظبط لك الدنيا، فليها 100 حل. ماشي؟ طيب بصوا معايا، شايفين كلمة براوس اول برودكتس اللي تحت؟ اللي انا واقف عليها بالماوس؟ حد شايف انا واقف فين؟ تحت في الشاشة من تحت براوس اول برودكتس، شايفينها؟ اهي دي اللي انا هعمل كليك عليها، كله شايفها معايا كويس؟ بس هعمل كليك على كلمة براوس اول برودكتس. طيب فتح معايا الشاشه اللي فيها كل البرودكتس بتاعت جاليليو او بتاعت ساوث بورت. تعمل ايه عشان تجيب كل الحاجات الفري بس؟ معايا؟ وكده كده اول ما تفتح هتلاقي، بص اول حاجه اهي حضراتكم شايفين واقف عليه؟ ادي ترافل بورت كوفيد 19 سمارت بوينت بلجن، شايفينها؟ وفري ولا مش فري؟ ما هو برضه تفرق معاك، لان لو بيد مش هتعرف تشغلها، لازم تكون حاجه فري. صح؟ وفي حاجات بتبقى فري بالمناسبه
تمام، بس لازم الهيلب ديسك هو يفعلها لك او يشغلها لك من عنده. في حاجات فري يا جماعه بس لازم تعملها اكتيفيشن من عندنا، ما فيهاش مشكله. واضحه؟ طيب، فانت عايز تجيب كل الحاجات فري، تعالى انزل في الشاشه شويه. شايفين كام البرايسنج اللي على الشمال في الشاشه، اللي هو الزرقاء اللي على الشمال خالص، شايفينها؟ حد بيتكلم؟ يا استاذ اسامه، بقول لك لو بيتعلي ايرور كونكشن ده في الكونكتنج وانت بتخش صح؟ ولا انت بتعمل اكونت؟ ايوه. طيب، لا انا عامل ممكن بس اوريدي يا استاذ اسامه، بس انا طب اسمعني، انا عامل اكونت اوريدي، بس لما بدخل من على السيستم المارك بليس بيجي عليها زي ايكون حمراء صغيره كده ومش بتفتح معايا. طيب بص هقول لك على حاجه يا محمد، ممكن نخلص واخش معاك التيم فيور ولا فيها مشكله بالنسبه لك؟ سامعني؟ لا عادي، بس انا حضرتك لما اخلص. خلاص نخلص وانا هخش معاك التيم فيور اشوف لك المشكله ايه. خلاص ماشي. بص يا جماعه، انت البرايسنج اللي على الشمال روح علمه على كلمه ماشي ماشي بتلاش صبحي، علمه على كلمه فري عشان يجيب لك كل البرودكتس الفري بس. يعني شايفين انا عملت كليك على ايه؟ عايز الحاجات الفري بس. الحاجات اللي حضرتك هتحتاجوها اللي احنا عايزينها، حاجه اللي هي اسمها كوفيد 19 مثلا، هتلاقيها قائمه الشاشه فوق خالص اهي. صح، احنا بادئين من شويه بس لسه ما بدأناش، ما تقريش احنا بنتكلم في الويب سايت بتاع ماركت بليس. ادي كوفيد 19 تمام. في حاجه ثانيه هقولها لكم احنا هنحتاجها النهارده، هنشتغلها النهارده تمام. حاجه اسمها سمارت بوينت تيكت اسيستنت، حضراتكم شايفينه انا واقف عليه الماوس، اسمه ايه؟ سمارت بوينت تيكت اسيستنت، شايفينه؟ شوفي عندك مشكله في الصوت يا سحر ولا لا؟ انت عندك مشكله في الكونكشن ممكن؟ عندك مشكله في الكونكشن ممكن عشان كده مش عارفه تعملي كونكت للاوديو؟ طيب بصي يا سحر، هبعت لك انا دلوقتي بعد اذنك، هبعت لك اللينك على الواتس دلوقتي حالا تاني تخش بيه، يعني هبعت لك اللينك دلوقتي. معلش انا استاذنك دي واحده بس، هبعت اللينك لحد بس ثانية واحدة، معلش أنا آسف. هبعت لك أنا اللينك دلوقتي يا صاحبي، برضه حاول تخش بيه لو ده مش شغال، جربي بس اللي هبعته لك دلوقتي على الواتس. أنا بس عايز أعرف دي واحدة. أنا بعت حاجة على الواتس دلوقتي كده. تمام؟ معلش بس أنا آسف للعطلة دي. انتوا عندكم السمارت بوينت تاكت اسيستنت ده احنا هنتكلم عليه وهنجيب سيرته النهارده، وهنتكلم عليه بمناسبه في ريفاليشن وفي المانيوال ايشو. فده كده كده حضراتكم السكريبت ده كلنا محتاجينه في الشغل. فكده كده انا اللي مش عارف ينزله زي ما اتفقنا، انا هخش معاه تيم فيورا واظبطه له انزله له، ان شاء الله انزله له بالاكونت بتاعي ما فيهاش مشكله، لحد بس ما نظبط موضوع المالتي تراك بورت ونشوف القصه بتاعته ايه. هي حاجات اللي خاصه بمالتي تراك بورت لو انا ما عرفتش اظبطها يا جماعه الهيلب ديسك كده كده بنسبه 100% بيعرف يظبطها لك، تقلقش. لو في مشكله في الكونكشن بالنسبه لماي تشات بورد، او بيديك ايرور، او مش عايز يخش، او لما تيجي تعمل داونلود حاجه مش عايز يعمل ايرور، او بيدي لك اي مشكله تمام، فانا هساعدكم على قد ما اقدر، ما تقلقوش مش هسيبكم ماشي. بس دي الحاجات اللي انا بتكلم عليها، دي الحاجات اللي انت مجرد حضرتك ما تعمل كليك على السمارت بوينت تيكت اسيستنت، حضراتكم شايفين هجيب لي حاجه اسمها اوردر ناو، شايفينها ولا لا؟ شايفين الشاشه اللي فيها كلمه اوردر ناو؟ حضراتكم شايفين كلمة اوردر ناو بالاخضر؟ مفيش مشكلة يا مريم، هساعدك النهارده اول ما نخلص على طول هخش معاك اشوف لك المشكلة ايه في الاكونت،
هاخد منك الايميل اعمل عليه سيرش اشوف هو اكتف ولا لا، ابروفد ولا لا، لان في ناس كتير بتعمل اكونت على ماي ترافل بورت يا جماعه، بس لازم يتعمل عليه ابروفد من السيلز بتاعك عندنا في ترافل بورت، فخدوا بالكم من الحته دي. يعني انت ممكن تعمل اكونت يقول لك تلاقي ان انت ما جالكش ميل عشان تكاري الباسورد، في حد من السيلز تراب بتاعك انت، يعني انت ليك سيلز عندنا في ترافل بورت هو اللي ماسك ايه الشركه بتاعتك، لازم يعمل ابروفد على الاكونت بتاعك عشان الاكونت يشتغل بتاع ماي ترافل بورت. ماشي، رغم ان انا ساعات بساعد في الحته دي، بس ده الصح، انا بقول لكم الصح ايه تمشي ازاي. ماشي، وبرده الهيلب ديسك بيساعد في الحته دي في الابروف، ما فيش مشكله. اوردر ناو اللي حضراتكم شايفينها دي مجرد بعمل كليك عليها، بص حضراتكم ايه الشاشه اللي هيجيبها لي، انا سحر انا بعت لك، معلش ثانيه واحده ارد عليها، انا بس عشان في ناس مش عارف عندها مشكله. تمام، انتوا كده كده حته ان انت الاجري تيرم اند كونديشنز دي، انت مجرد ما بتعمل كليك عليها بيديك الشاشه بتعمل بيها داونلود على طول. ماشي، يعني مجرد ما بتعمل كليك على الجزء اللي بالاخضر ده يا جماعه هيدي لك شاشه فيها داونلود، تعمل داونلود للسوفت وير بتاع البرنامج اللي انت عايز تنزله. اي كل فكره، الموضوع مش هياخد وقت ولا مجهود، زي ما اتفقنا ممكن اساعدكم لحد ما نظبط الدنيا بتاعت ماي ترافل بورت. ماشي، خلص النهارده، حد عايز يخش معايا ما عنديش اي مشكله. تمام، واضحه يا جماعه؟ حد عنده مشكله حد كده؟ كلكم شفتوا معايا خطوات ان هي بس ازاي انزل سوفت وير، بس طبعا بتخش الاول بالاكونت بتاع مايك ترافل بورت عادي في الماركت بليس، وبعد كده خش اعمل داونلود لاي حاجه فري زي ما انت عايز. واضحه؟ عشان بس نرجع على السيستم نشتغل. طيب خليكم معايا كده كده التيكت اسيستنت اللي انا بقول لكم تنزلوه ده هنتكلم عليه وهنشوفه مع بعض، وقلت لكم بس تنزلوه منين عشان تبقوا شايفينه. تمام؟ طيب. ماشي اوكي. عامة برضه نشيك مع بعض في الاخر لو في اي حاجه يا ساندرا، عامة بالنسبه للناس كلها. حد عنده اي حاجه زي ما اتفقنا يا جماعه نخلص، ابعتوا لي بس التيم فيور بتاعك اللي هو الاي دي والباسورد التيم فيور، وانا اخش معاك على الجهاز واظبط اي حاجه فيها مشكله. تمام، انا كده كده معاكم ما تقلقوش، بس بعد ما اخلص كورس. طيب بصوا يا جماعه، احنا يعني دلوقتي عندنا مثال زي اللي قدام حضراتكم على الاتحاد، شايفينه معايا؟ مثال في تذكره، طب ايه اللي عرفني الاول ان في تذكره؟ في اتش تي اي اتش تي، صح؟ شايفينها معايا؟ هفتح التذكره ازاي؟ display HTE. طيب التذكره بتاعتنا زي ما بقعد احرفها اوبن، صح؟ مش كده؟ حد شايفها؟ اعتقد لسه في حد عنده مشكله برضه في الكونكشن. ماشي، انا بس عشان بس الوقت صح كده، الحمد لله سامعاني صح؟ يا صح كده خلاص سمعتني المفروض كويس، عشان تحضر الحاجه من الاول. تمام تمام تمام، انا دلوقتي عندي حجز يا جماعه في تذكره على طيران الاتحاد، وحاله التذكره كلها اوبن اهي لو حضراتكم شايفين، هتلاحظوا ان انا واخد على الدرجات بتاعه الواي كلاس كمان. ماشي، اشمعنى الواي كلاس بالمناسبه؟ درجة المفروض ما عليهاش غرامة، صح؟ عايز تشيك عليها غرامة ولا لا؟ ادي الفير بيزس، ادي المسمى السعري زي ما اتفقنا، خش شوف هي بيرميتد ولا مش بيرميتد، تمام؟ طيب عايز تعرف الايرلاين ده بيقدر يفاليديشن ولا ما بيقدرش؟ حد عنده فكرة نجيب المعلومة دي منين؟ مش هنكلم الايرلاين بمناسبة، ولا هتكلم حد. عايز تعرف الايرلاين ده بيقدر يفاليديشن ولا لا؟ ممكن تجيبها من ماي ترافل بورت، مجرد ما أنت تكتب كود الايرلاين هيجيب لك كل المعلومات الخاصة بالايرلاين ده. في ماي ترافل بورت كوم لو دخلت كتبت لي اي واي اللي هي طيران الاتحاد هيجيب لك كل الانفورميشن الخاصه بطيران الاتحاد. واضحه؟ في اي مشكله؟ طيب انا دلوقتي عندي التذكره سفرها يوم كام؟ 21 مايو، العوده 10 جون، مش ده نفس اللي موجود على الحجز؟
ذهاب على الحجز 21 مايو، العوده يوم كام؟ 10 جون. طيب خطوات الريفرديشن هتعمل ازاي؟ ركزوا بس كل يوم من الميوت بعد اذنكم، بس ما حدش يفتح الميوت عندي. تمام؟ طيب بصوا يا جماعه، فاحنا قلنا نجيب المعلومه منين؟ هنجيبها من ماتش اوت بوت كوم. طيب اغير تاريخ الذهاب ازاي؟ اغير تاريخ العوده ازاي؟ زي ما اتفقنا ريفرديشن شروطه تغير تاريخ او مواعيد الحالات بس، مش اكتر من كده. لكن الريفاليديشن ما ينفعش اغير فيه درجه ولا ينفع اغير فيه خط سير. واضحه؟ طيب هغير تاريخ الذهاب ازاي؟ هنعمل مثلا تشينج رقم السيجمنت سلاش التاريخ الجديد. حضراتكم شايفينها معايا؟ شفتوا اللي انت عملته؟ مدخل عادي، انت مش محتاج، عايز تفتح افيلابيلتي براحتك، لكن ده مدخل مختصر، مدخل سريع شويه. ده غير سيجمنت وانا خليها يوم 22 يوم 23، غيرها على التاريخ اللي انت عايزه. انا بس بوريك خطوات الريفاليديشن وهنعملها بالماوس، مش هتاخد منك دقيقتين اصلا. تمام؟ انا هغير الذهاب اخليها 22 مايو، هو طبيعي هيحتفظ بالدرجه زي ما هي، لان انت كل اللي بتطلب تغييره التاريخ، فمش هيغير غير اللي انت طلبته. اوكي؟ بس تشينج واحد سلاش 22 مايو. تمام؟ غير معايا الذهاب ولا لا؟ خلى الذهاب 22 مايو ولا خلاص ولا لا؟ قبل ولا ما قبلش؟ حضراتكم شايفين معايا الرد صح؟ خلى الذهاب بقت يوم كام؟ 22 مايو. طيب ينفع كمان نغير العوده؟ اه، ما احنا كده قلنا الريفاليديشن ما فيهوش غرامه، فانت بس بتعدى في صاحب تذكره، بتغير تاريخ، بتغير مواعيد، مش اكتر من كده. عايز تغير كمان العوده، فممكن اعمل مثلا تشينج رقم السيجمنت 2 سلاش مثلا نخليها 12 جول. انا بحاول ما اجريش عشان بس حضراتكم تبقوا شايفين الخطوات اللي انا بعملها، المداخل اللي انا بعملها، تبقى شايف الستبس اللي انا مشيتها ازاي. ده ريفاليديشن، احنا بس مش هاخد مننا وقت يعني. تمام؟ طيب تشينج رقم السيجمنت سلاش نيو ديت. حلو؟ انتر. طيب هنا انيبل فلاي داز نوت ابريت ذيس ديت، ده معناه ايه؟ معناه ان الرحله مش شغاله يوم 12 جون. خلاص شوف تاريخ تاني، صح؟ لان انت هنا وممكن بالمناسبه نفتح الافيلابيلتي، ممكن اخد معاد رحله ثانيه بس نفس الدرجه، نفس خط السير. احنا ريفاليديشن ممكن نغير معاد رحله بس تفضل هي زي ما هي، ابو ظبي كايرو بس على الواي كلاس، صح؟ مفيش مشكله. مثلا تعال نجرب مثلا خليها 13 جون، تاريخ ثاني. ماشي، خليها 11. طيب مثلا ماشي، غيرنا الذهاب 22 مايو قبلت، غيرنا العوده خليناها يوم 11 جون قبلت، صح؟ ده الانتري اللي انا عملته. اتغيرت قدامنا ولا لا؟ حضراتكم شايفين التغييرات اللي حصلت في الحجز ولا لسه؟ كله شايف؟ طيب في اي مشكله لحد دلوقتي في التغيير؟ خطوات التغيير صعبه على حد؟ حد عنده مشكله في التغيير؟ بس غيرنا تاريخ الذهاب تشينج رقم السيجمنت سلاش تاريخ جديد، غيرنا تاريخ العوده تشينج رقم السيجمنت سلاش تاريخ جديد. بس غيرت، بس ممكن تعمل حضرتك اي ار لو عايز. اي ار ليه؟ اقفل اسيف. هتقول لي ايه ده؟ هو ريفاليديشن ما فيهوش تسعير؟ لا حضرتك ريفاليديشن احنا قلنا ريفاليديشن يا جماعه يعني نفس رقم التذكره هيفضل زي ما هو بس بيتغير جواها التواريخ. واضحه؟ التذكره رقمها بيفضل زي ما هو بس كل اللي بيتغير جواها التواريخ. واضح؟ ريفاليديشن حاجه، الريشو حاجه، ما نلخبطش الدنيا وندخل اثنين في بعض. طيب غيرت تاريخ ذهاب وعوده وهعمل اي ار عادي. قبل ولا ما قبلش؟ قبل. اه، والذهاب بقت اتش كي والعوده اتش كي، صح؟ طيب في مشكله لحد دلوقتي؟ حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ هفتح بس التذكره قدام حضراتكم، يعني هفتح عامل نجمه اتش تي اي عشان حضراتكم، بس انا بقول اللي انا بعمله عشان حاجه تبقى انت سامع ايه المدخل انا عملته، عشان لو شفته فجاه هعمل نجمه اتش تي اي. تمام؟ طيب حضراتكم شايفين التذكره مفتوحه عندي في الشاشه على الشمال، الحجز مفتوح في الشاشه على اليمين، في فرق ولا مفيش فرق؟ يعني سؤال للناس اللي شايفه معايا كويس، حضرتك شايف فرق ما بين التذكره والحجز ولا لا؟ حضراتكم شايفين الفرق معايا ولا مفيش فرق؟ هو كده كده بالظبط، ما هي الديتس هي التواريخ. انت ما ينفعش تدي عميل تذكره اللي ما تعملها تعديل في الصلاحيه بتاعتها اللي هي ريفاليديشن. لازم اللي جوه التذكره يا جماعه نفس التاريخ اللي موجود على الحجز، والا العميل مش عارف يسافر. لو في اختلاف
بالظبط، احنا كلنا عملناها تغيير تاريخ. اللي جوه التذكره 21 مايو، والعوده اللي على الحجز 22 مايو، والعوده 11. طيب احنا كلنا عملناها، غيرنا التاريخ بس وقفلنا الحجز وعملنا اي ار، الخطوات العاديه لاي حد عارفها، سواء عايز تعملها بالافيلابيلتي براحتك، عايز تعملها بالتشينج رقم السيجمنت براحتك. بس زي ما اتفقنا انا ريجريديشن مغير تاريخ بس، ميعاد رحله بس، لكن ما ينفعش العب في الدرجه ولا في خط السيف. سامعين كويس؟ بس عشان بس اللي واخدين بالنا. طيب هعمل ريفاليديشن منين؟ في ايكون موجود عندي كده فوق في الحجز على اليمين، حاجه اسمها على شكل الطياره كده شويه، اسمها تيكت اسيست. حضراتكم شايفينها انا واقف عليها بالماوس؟ شايفينها كويس؟ اهي انا واقف عليها فوق الحجز كده على اليمين على جنب، مش فوق خالص. انا واقف عليها دلوقتي بيظهر لي كلمه اوبن تيكت اسيست، حضراتكم شايفينها معايا كويس؟ اهي اوبن تيكت اسيست، ده التيكت اسيست اللي احنا هنجيبه من الترافل بورت ماركت بليس. تيكت اسيست اللي ممكن اي حد يعمله داونلود من الترافل بورت ماركت بليس، وده اللي انا ممكن اساعدكم لو مش عارفين تنزلوه، هخش مع اي حد بالتيم فيور وانزله له على شاشته عادي، لان الحمد لله انا عندي السورس بتاعه عندي على الجهاز كمان. يعني مش شرط ان انا انزله لك من الترافل بورت ماركت بليس، لا انا ممكن اعمل ترانسفير لفايل وانقله على جهازك واسطبه لك عادي، مش هياخد وقت. واضحه؟ هعمل كليك على اوبن تيكت اسيست، اتفرجوا على المنظر بتاعه. ظهر عند حضراتكم شاشه ولا لسه؟ ظهرت عند حضراتكم؟ تمام. بصوا حضراتكم التيكت اسيست فيها كام حاجه؟ تيكت اسيست فيها تيكت موديفاير اند ايشونس. ايشونس اللي هو الطباعه، يعني انا ممكن من هنا لو انا مسعر، بس يمكن الحجز ما لهوش سعر عشان احنا غيرنا فالسعر بيختفي، ممكن حضرتك من هنا تحط طريقه الدفع اهي وانا فاتح حتى الشاشه، سواء بقى كاش ولا كريدت كارد ولا عندك حاجه اسمها اللي هي ميسيلينيس اللي هي زي الانفويس، وهتلاقي في تحت اصلا طرق دفع مختلفه، بس هتلاقي اكتر حاجه بنشتغلها ايه الانفويس والكاش والكريدت كارد. وفي كمان اوبشن ان انا ممكن احط الكوميشن سواء برسنتج ولا اماونت، ممكن احط الايرلاين، بس الايرلاين لو انت مصعب بيشوف اوتوماتيك. وتحت عندك كلمه ايه؟ ايشو تيكت شايفينها بالازرق اللي هي تومي كينج بيتر. يبقى اذا اوامر الطباعه النهارده ممكن تتعمل بالماوس من خلال التيكت اسيست، مش شرط ان انا اكتب امر الطباعه بايديا. واضحه كده؟ واضحه يا جماعه ولا لا؟ دي من الحاجات اللي موجوده في التيكت اسيست. ما هو التيكت اسيست يا جماعه هو بيساعدك في كل حاجه تخص التذكره او التذاكر او حتى الطباعه. ماشي؟ التيكت اسيست فيه كمان ان انت ممكن تفتح التيكت ليست، هتلاقيها انا عملت كليك عليها جنبها حتى ريفاليديشن اهي لو خدت بالك. ادي التذكره صح؟ حالتها ايه؟ شايفينها معايا؟ كوبن 1 حالته اوبن، كوبن 2 حالته ايه؟ شايفين معايا اللي انا فاتحه ولا لا؟ هيفرق معايا بس انت تشوف معايا الخطوات، تشوف معايا شكل الشاشه، عشان حتى انت لما تنزله تبقى فاهم كل حاجه معناها ايه، يعني ايه تيكت ليست، يعني ايه تيكت ريفاليديشن وهكذا. صح؟ ما هو التيكت تيكت اسيست بالمناسبه جواها حاجات كتير مش حاجه واحده. طيب حضراتكم شايفين كلمه تيكت ريفاليديشن اللي عملت كليك عليها جنب التيكت ليست؟ شفتوها؟ تمام. الناس بس اللي داخله معانا يا جماعه، كل واحد بس يكتب لي اسمه، الناس اللي لسه داخله دلوقتي مش من بدري، يكتب لي بس اسمه في الشات عشان بس الحاجات دي بتتسجل عندي، يكتب لي بس الاسم بتاعه في الشات. تمام. طيب انا بتكلم عن الناس اللي لسه داخله معانا دلوقتي، ما بكملتش معانا 10 دقائق، اللي كتب قبل كده خلاص ما فيش مشكله. طيب ايوه من اول نهى، في حد تاني بعد نهى كمان. تيكت ريفاليديشن انت ممكن تخش عليها من هنا من تيكت اسيست. تمام. حضرتك عايز تعمل تعديل في صلاحيه الذهاب ولا العوده ولا الاثنين؟ شايفينها معايا؟ فبعمل سيلكت على سيجمنت الذهاب اللي هي كايرو ابو ظبي، هعمل سيلكت على سيجمنت العوده ابو ظبي كايرو. شايفين انا عملت سيلكت فين ولا لا؟ تمام يا ماجد، ماشي اوكي. شايفين معايا؟ حضراتكم شايفين عملت سيلكت على السيجمنت ازاي؟ يعني انت بتعمل سيلكت على السيجمنت اللي انت عايز تعمل لها ريفاليديت. هوريها لك، حاضر يا مريم هوريها لك.
بس انت بتتكلمي في عمولتك انت ولا يعني بتتكلمي في عمولة الايرلاين ولا العمولة بتاعتك انت اللي هي السيرفيس فيز؟ انا عشان بس ابقى فاهم السؤال. انت بتتكلمي بالكريدت كارد عموما؟ السيرفيس فيز لو انت بتتكلمي في البرنت اللي انا بديه للعميل دي انا ممكن اتحكم فيها واكتب له اللي انا عايزه، دي ما فيهاش مشكله. دي اللي انت تقصديها، يعني انا ممكن اعمل برنت للعميل بالتوتال اللي هو دفعه الحقيقي، ما فيهاش مشكله. بس هي مشكله الكريدت كارد ان احنا ما ينفعش نقعد في سيرفيس فيز واحنا بنطبع بيه، عشان بس تبقى فاهمه، احنا بنحط بس الكوميشن بتاعت الايرلاين. ماشي؟ واضحه؟ طيب خليكم معايا. هستأذنكم بس اللي مش عامل ميوت يعمل ميوت عشان بس في صوت معانا من شويه. انا كل اللي عملت في فاليديشن دخلت عملت سيلكت على الكوبونات اللي انا عايز اعملها ريفاليديت، عملت سيلكت على السيجمنت اللي عايز اعملها ريفاليديت. شايفينها؟ كله شايف معايا ريفاليديشن يا جماعه ولا في حد عنده مشكله؟ طيب انت كل اللي هتعمله شايفين كلمه ريفاليديت اللي مكتوبه بالازرق؟ شايفينها اللي انا واقف عليها بالماوس؟ اهي انا بتحرك عليها بالماوس تحت. بس انا كل اللي انا هعمله هعمل كليك على كلمه ايه؟ ريفاليديت. بس وانس انت عملت كليك على ريفاليديت هو كده عدل صلاحيه السيجمنت اللي انت اخترتها اللي هي الذهاب والعوده. ماشي؟ يبقى وانس عملت كليك على كلمه ريفاليديت، بص حضراتكم ايه اللي ظهر؟ كله شاف الشاشه اللي فتحت ولا لسه؟ الشاشه اللي فتحت ان هو عامل لك المدخل بتاع سيجمنت الذهاب، عامل لك المدخل بتاع سيجمنت العوده، بدل ما انت تكتبه بايديك بس فاضل ان انت تقول له يس ينفذ. ادي ريفاليديشن يا جماعه، ما اعتقدش ان في اي صعوبه. بس زي ما اتفقنا يكون الايرلاين الاول بيقبل ريفاليديت، يكون ما عندكش غرامه على الدرجه اللي انت بتعملها ريفاليديت، صح؟ كل فكره ريفاليديشن تغيير تاريخ سفر او ميعاد رحله فقط، لكن اي حاجه ثانيه مش هيبقى. بس هقول له يس هيعمل ريفاليديت لسيجمنت واحد واثنين، بس مجرد ما اعمل كليك على كلمه يس شوف الريسبونس اللي ظهر لي ايه. في شاشه ظهرت دلوقتي فيها ريسبونس، حد شايف معايا ولا لا؟ شايفين الرد معايا ولا لا؟ حد شايف الريسبونس كده؟ ادي ريسبونس ان هو قال لك الكترونيك تيكت ريفاليديت بالنسبه لسيجمنت 1، الكترونيك تيكت ريفاليديت بالنسبه لسيجمنت 2 اللي هو كوبون 2. بس ادي ريفاليديشن بالمناسبه، يعني بس هتعمل كليك على اوكي تحت وتقفل الشاشه بتاعت التيكت اسيست عادي. يعني هعمل كليك على اوكي دي خلاص، تمام، وممكن اقفل الشاشه بتاعت التيكت اسيست. ماشي؟ اعمل اي ار. ماشي انا عملت اي ار النورند ريتريف، ادي التذكره. هفتح ال اتش تي اي معايا، انا فتحت ال اتش تي اي التذكره. حضراتكم شوفوا التذكره دلوقتي قدامكم، هي زي الحجز ولا في اختلاف؟ انا فتحت ال اتش تي اي عشان افتح التذكره قدام حضراتكم. التذكره بقى تاريخ السفر يوم كام؟ 22 مايو. العوده بقت يوم كام؟ 11 جون. مش ده نفس اللي موجود في الحجز ولا لا؟ صح؟ حضراتكم شايفين معايا؟ يبقى ريفاليديشن تم ولا ما تمش؟ يبقى تم. كل الفكره ان انا بدي عميل برنت جديد، هي بنفس التذكره كرقم لكن التواريخ اتغيرت، بس ادي ريفاليديشن. ما فيهاش اي صعوبه. شفتوها معايا يا جماعه؟ حد عنده اي مشكله في الريفاليديشن دلوقتي؟ تمام. حد عنده اي مشكله فيها؟ طيب واضحه كده؟ الناس كلها خلاص فهمت الريفاليديشن، فهمت فكرته عامله ازاي، الرولز بتاعته ايه، شروطه ايه، محتاجين ايه. طيب خلاص انا هعمل اجنور الحجز ده، ادي ريفاليديشن بس مش اكتر من كده. انت بتعمل بقى برنت للتذكره بالانهانس الايتنري، بالبرنت بالفيوتشر دوت كوم، عندك اكتر من طريقه اكتر من شكل. ممكن اعمل برنت للعميل وابعتها له بالايميل، ما فيهاش مشكله. طيب هعمل اجنور بس الحجز خلاص بقى على الاتحاد، هنخش على مثال تاني. انا عملت اجنور للحجز بتاع طيران الاتحاد، هجيب حجز تاني عشان نبتدي نجرب
الريش وبقى المعيون وخلاص الريفاليديشن كده اعتقد ما فيهاش مشكله بالنسبه لكم صح؟ شفتوا الحجز ده فتحته ولا لسه؟ ده طيران المغربيه كايرو كازابلانكا كازابلانكا كايرو ومطلعين تذكره وادي التذكره نجمه اتش تي اي انا حتى بقول المدخل وانا بكتبه التذكره حالتها ايه؟ حالتها اوبن حلو هتشتغل بقى ازاي مانوال ريش؟ انا بتكلم هنعمل سيناريو براكب واحد هنعمل سيناريو تاني انا عامله ادلت وتشايلد وانفنت ما هو انت يا اما الحجز فيه راكب يا اما فيه اكتر من راكب خاصه لو انواعهم مختلفه صح؟ فهنعمل الاثنين تمام؟ طارق بس اكتب لي انت شركه ايه معلش كمان غير الاسم عشان بس انا الدنيا ما تتوهش بالنسبه لي عشان بس ابقى عارف الناس ويا ريت تكتب لي الايميل لو عند لو معاك الايميل بتاعك. طيب فانت دلوقتي التذكره بتاعتك زي ابو عوده اوبن حلو تمام انا قبل ما اعمل ايشو ايه الستبس اللي انا لازم اعملها؟ تمام الستبس اللي انت حضرتك لازم تعملها ان انت هتبتدي الاول تعرف غرامه بتاع غرامه التغيير كام؟ يعني قبل اي حاجه عايزين نشوف غرامه التغيير كام صح؟ مفيش حد بيخش يشتغل في الريشو من غير ما يعرف غرامه التغيير من غير ما يحسب الفرق ما بين السعر القديم والجديد كل الكلام ده هنعمله مع بعض. طيب هجيب غرامه التغيير منين؟ هنخش على المسمى السعري اللي في التذكره اللي جوه التذكره اللي مكتوب باللون الاخضر الفير بيزز شايفين وانا واقف عليه بالماوس هتعمل كليك على المسمى السعري اللي بالاخضر عشان تجيب الغرامات بتاعتك الرولز ماشي؟ وانس هعمل كليك على المسمى السعري هيطلع لي شاشه يبقى انا عملت كليك على الفير بيزز اهو تاني وانا رايح عليه بالماوس عشان الناس تبقى شايفاه مجرد ما عملت كليك فتح الشاشه دي اللي هي اسمها فايند فيرز شايفينها معايا؟ طيب انا طالع منين؟ خط السير طالع من كايرو فاكتب الاورجن كايرو رايح فين؟ سي ام ان اللي هي كازابلانكا اكتب المطارات منين لفين؟ تاريخ اصدار التذكره كام؟ 15 جولاي 20 صح؟ شايفينها معايا؟ طيب يبقى انت خط السير اورجن ديستنيشن هو شايف تاريخ السفر 25 ابريل بس بتحط تاريخ الاصدار هو شايف الدرجه والمسمى السعري شايف الايرلاين اللي هي الالفا تومي اللي هي المغربيه لحد كده في مشكله؟ ما اعتقدش في مشكله بالنسبه لاي حد اعتقد شفناها اكتر من مره قبل كده او عارفين نجيب الرولز منين من جوه التذكره صح؟ او حتى لو مش فاكرين ادينا بنفتكر مع بعض الخطوات كلها بتمشي ازاي. في اي صعوبه لحد دلوقتي؟ بس هتنزل بعد كده تعمل كليك على كلمه ايه؟ سيرش يبقى انت لما يفتح لك الشاشه دي لما تخش على المسمى السعري حضرتك خش اكتب الاوريجن ديستنيشن لو هي مش مكتوبه اكتب له تاريخ الاصدار بس انزل اعمل كليك على كلمه سيرش. بس وانس اعمل كليك على كلمه سيرش هيطلع لك المسج دي. المسج دي معناها ان احنا ما وضحناش نوع الراكب اللي هو يعني ادلت فهو طبيعي هيشتغل عليه ان راكب الستاندرد نوع ادلت حتى لو راكب تشايلد قول له اوكي حتى لو راكب انفانت قول له اوكي. ليه؟ لان الستاندرد او الطبيعي ادلت وكده كده جوه الرولز مكتوب غرامه التشايلد بتطبق ازاي غرامه الانفانت ازاي كلهم مكتوبين في بناليتيز واحده في غرامات واحده مع بعض. بس قول له اوكي كليك على كلمه اوكي هيجيب لك الاساسي بتاع الدرجه بتاعتك اللي هو بالازرق اللي هو ظاهر عندنا 2673 اللي انا واقف عليه بالماوس هتلاقي لونه ازرق دايما بيزك بيجيبوا لونه ازرق الاساسي بتاع السعر بتاع الاو كلاس اللي انا واخد ذهاب وعرض على الاو كلاس بس مجرد ما بعمل كليك على الاساسي اللي هو بالازرق ماشي ايه اللي ظهر عندي يا جماعه؟ ظهر البنالتيز حضراتكم شفتوها ولا لسه؟ البنالتيز ظهرت عند حضراتكم ولا لسه؟ تمام هتلاقي ادي البنالتيز بتاعتي انا هنا بدور على غرامه التغيير بقى انت مش خلاص انا مش عايز الكنسليشن الكنسليشن دي بتاعت الريفند انا عايز انزل ادور غرامه التغيير غرامه التغيير هنا كام؟ اني تايم اديها لك 25 يورو فور ايشو اي حتى الكلمه واضحه يعني تغيير التذكره رسومه 25 يورو صح؟ مش كده؟ وعندك مشكله ان هو كاتبها لك خد بالك من الحته دي كويس بير دايركشن ماشي حد عارف عن ايه بير دايركشن
بالظبط. يعني انا لو غيرت في الذهاب خلاص يبقى هي التغيير 25 يورو، لو غيرت ذهاب وعوده ما هي بير سيجمنت بالظبط، يبقى ساعتها 25 و25 هتبقى غرامه 50. وهنا في حاله النو شو 50 يورو برضه بير دايركشن، عشان لو عمل نو شو في الذهاب يبقى 50 يورو بس، عمل نو شو ذهاب وعوده هتبقى ساعتها 100 يورو. واضحه؟ ادي الغرامه بتاعتنا كام؟ 25 يورو. حلو. لحد كده انتوا شايفين الموضوع صعب؟ احنا لحد دلوقتي ما عملناش حاجه غير ان احنا فتحنا التذكره، دخلنا على المسمى السعري، عملنا كليك عشان نجيب البناليتيز ونجيب الغرامات كام. احنا لسه ما عملناش حاجه، بس نشوف الغرامه الاول كام قبل ما نشتغل. هو ده المانيوال ريشيو. طيب هعمل كنترول دبليو، هعمل كبير للشاشه، هفضي الشاشه. عايز اعمل مدخل يجيب لي 25 يورو بيساوي كام مصري؟ 25 يورو بيساوي كام اي جي بي؟ في ناس عارفه المدخل ده وفي ناس مش عارفه المدخل او مش فاكراه. اللي هو بالاف زد داس هقدر اعمل كونفرت، احول من يورو المصري، من دولار لمصري، من اي عمله لجنيه مصري عادي ما فيهاش مشكله. الميزه ان هو بيديها لك بسعر اليوم اللي انت فيه، بسعر النهارده، بسعر 15 جولاي. صح؟ لان ممكن كل يوم تلاقي سعر مختلف. بس ادي الانتري. حضرتكوا شفتوا الرد ولا لا؟ تمام؟ واضحه؟ 25 يورو كام؟ 455. اخر ابديت لسعر بنك مركزي 15 جولاي الساعه 9 صباحا، اليورو بيساوي 18 جنيه بوينت 16. تمام؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب يبقى انا عندي غرامه التغيير كام؟ 450. 455 هتبقى بير سيجمنت. اللي هو انت بتغير له ذهاب وعوده يبقى هتضرب 455 في 2، صح؟ مش كده؟ واضحه؟ اللي هي تقريبا تبقى توتال 910 لو انت هتغير ذهاب وعوده. يبقى انت بتقود بتحط كام؟ غرامه التغيير كام؟ تمام؟ بتشوف الغرامه بتاعتك كام الاول؟ كام بالجنيه المصري؟ بتشوف هي كام؟ ايوه ليا سؤال بس، هو انا دلوقتي بشوف افرض ان انا كنت قاطع من فتره طويله، فبشوف اللي هو سعر الدولار اليوم النهارده ولا ساعه ما انا مقطعت التذكره؟ لا، وقت ما انا بغير بتاريخ اليوم اللي انا بغير فيه، يعني بشوف قيمه العمله في اليوم اللي انا هغير فيه اللي هو النهارده. لان حتى لو التذكره طالعه من ست شهور او من سنه فاتت، هو انا بطبق الغرامه في اليوم اللي انا هغير فيه النهارده بكام. ماشي؟ او حتى لو هغير لبكره يبقى انا اشوف بكره قيمتها تبقى كام، او هغير الاسبوع الجاي يبقى نشوف ساعتها قيمتها تبقى كام. ماشي؟ عشان كده اصلا يا جماعه انا في ناس كتير لما بقول لها لما بيجي طلع تذكره العميل قول له غرامه باليورو، لان ما ينفعش اقول له بالمصري ان ممكن قيمه اليورو تتغير وقت ما يجي يغير. صح؟ فهي الفكره كلها في الحته دي، وقت التغيير يا جماعه قيمتها كام؟ مش وقت ما انا مطلع التذكره، ملهاش دعوه، لان طبيعي سعر العمله مختلف مش هيبقى ثابت، صح؟ فانا النهارده بغير له النهارده يبقى اشوف النهارده اليورو بكام؟ هغير له الاسبوع الجاي يبقى ساعتها هنشوف اليورو بكام؟ لكن ما نقدرش نقول له بالجنيه المصري. صح؟ يعني وقت دايما انت ما تطلع تذكره اقول له والله الغرامه 25 يورو، كام بالمصري؟ وقت ما تيجي تغير بقى نشوف ساعتها اليورو بكام، دي مش بتاعتنا. فخدوا بالكم في الحته دي، لان شركات طيران نفسها تحاسبكم بنفس المبدا ده اصلا في الشغل. ماشي؟ اصل مش تيجي تقول له معلش اصل الدولار كان ب 15 جنيه، انا ماليش دعوه، هو دلوقتي ب 16. صح؟ ماليش دعوه اليورو كان دلوقتي ب 18. هو ده الصح. وصل الكلام منين ولا لا؟ طيب. نيجي خلاص احنا عرفنا الغرامه دلوقتي كام؟ 455 للسيكتور للسيجمنت، صح؟ طيب هنغير ازاي؟ يعني خلينا بس الاول المثال الاولاني هنغير تاريخ ما يبقاش فيها فرق سعر، وهنغير مثال ثاني نعمل مثال ثاني هنغير تاريخ ودرجه عشان يبقى فيها فرق سعر. يعني احنا هنجرب تو سيناريوز على نفس المثال اللي قدامنا ده، مره من غير فرق سعر ومره بفرق سعر. واضحه؟ طيب بصوا معايا، هعمل تشينج رقم السيجمنت سلاش تاريخ الجديد. احنا قلنا المدخل ده يعني مدخل مختصر شورت كات انتري، عايز تفتح الافيلابيلتي قلنا ما فيش مشكله افتح الافيلابيلتي واحجز، بس مثلا دور على نفس الدرجه بتاعتك اللي انت كنت مطلع تذكره عليها، صح؟ لو مش متاحه مضطر اخد الاعلى منها وهكذا. بس ده مدخل مختصر غير تاريخ بس. تشينج 1 سلاش 27 ابريل اهي. طيب انيبل فلايت داز نوت اوبريت ذيس ديت، ايه الحل؟ الرحلة مش شغالة في اليوم ده، الرحلة هي رقمها 273، ما هي مش شرط تكون شغالة كل يوم. صح؟
ممكن يكون الايرلاين شغال كل يوم بس مش كل يوم نفس رقم الرحله بالمناسبه، صح؟ بتحصل. طيب تعالى نجرب تاريخ تاني مثلا تشينج 1 سلاش مثلا 28 ابريل، نشوف يوم تاني. قبل يوم 28 ابريل. بس يبقى الرحله شغاله يوم 28، لكن انت لو مصمم عايز يوم 27 افتح الافيلابيلتي عادي ورقم الرحله اللي موجود خد على نفس الدرجه برضه، هي هي ما فيهاش مشكله. بس رقم الرحله هيتغير ما فيهاش مشكله. احنا كده كده بنعمل له ريشو مش فارقه بقى. صح؟ طيب انا كده غيرت الذهاب، افرض كمان عميل عايز غير عوده. يعني مثلا عايز العوده خلال 12 مايو بدل 10. تشينج رقم السيجمنت سلاش تاريخ الجديد. ماشي؟ قبلت ولا ما قبلتش؟ قبلت. ده معناه ان الرحله شغاله يوم 12 ولا لا؟ اه ده المدخل انا عملته قدامكم برضه انا سايبه. فانا بوريكم بس خطوات احنا بنمشي ازاي. الخطوات دي كلها اللي احنا بنعملها اللي انا بعمله ده كله يا جماعه احنا بنسميه الخطوه رقم واحد. يعني لسه في خطوه رقم واحد الريشو. احنا بالنسبه لنا ثلاث خطوات في الشغل. خطوه رقم واحد هتغير على التواريخ الجديده، بس الاول شوف غرامتك كامل الاول قبل ما تغير، صح؟ لان العميل ممكن الغرامه تبقى عاليه يقول لك خلاص لا ما تغيرليش. مش بتحصل؟ بتحصل، صح؟ لو على حسب الغرامه يا بيوافق يا بيرفض، على حسب المثال، مش كل الامثله متشابهه. طيب بعد كده غير التاريخ اللي انت عايزها او التاريخ والدرجات اللي انت عايزها او التاريخ والمواعيد والدرجات اللي انت عايزها بالافيلابيلتي، مش شرط بالمدخل ده. الخطوه اللي بعدها هنسعر التواريخ الجديده. كل دي بنسميها ستيب نمبر 1 فريش. ماشي؟ انا بس بوضح لكم الكلام ده. الكلام ده انا عامله عندي في الورق بتاع الكويك هيلب. ستيب نمبر 1 بنعمل فيها ايه؟ الستيب نمبر 2 هنعمل فيها ايه؟ الستيب نمبر 3 هنعمل فيها ايه؟ انا عامله في الورق. اللي ما عندوش ورق يقول لي وانا بعته له على الايميل النهارده. تمام؟ يبقى احنا كل دي خطوه رقم واحد، غيرنا بس التواريخ وعرفنا الغرامه الاول كام. حلو. تعالى بقى هنسعر خط السير الجديد اللي هي التواريخ الجديده اف كيو كارير الفا تون، اللي هي الفا تون اللي هي مين؟ المغربيه. طب السي اللي هي اختصار ايه؟ الكارير اللي هي البليتنج كارير اللي انا عايز اخد سعره عشان انفذ تذكره عليه. ده معنى حرف السي. شركه الطيران اللي عايز اخد سعرها عشان انفذ تذكره عليه. ده معنى كلمه سي اللي هي البليتنج كارير مين. رغم ان هو ممكن اعمل اف كيو من غيرها لان الايرلاين عندي، فهو بيشوف البليتنج كارير اوتوماتيك لوحده. بس عامة لو حطيتها انت مش هتخسر حاجة أصلا. ماشي؟ بس اف كيو تشارلي الفا تومي انتر. مدخل التسعير العادي. ظهر قدام حضراتكم فوق خالص في الشاشة والسعر ظهر لي. السعر الجديد بتاعي كام؟ اللي أنا مظهره بالأزرق ده. 6600. ماشي أحمد ابعت لي بس فكرني بعد ما نخلص. أنا كده كده هكتب لك الإيميل بتاعي ورقم التليفون بعد ما نخلص. ابعت لي بس قول لي الإيميل بتاعي كذا وأنا ابعت لك على الورق على الإيميل على طول. لأن هو عندي بي دي إف ما بعرفش أبعته على الواتس على طول. أحسن إن أنا أبعته إيميلات. فأنتوا بعد ما نخلص بس يا جماعة عادي، أنتوا عندكم رقم تليفوني أو لو مش عندي أنا هكتب له في الآخر قبل ما نخلص مع بعض التليفون والإيميل. قول لي أبعت لك الورق، أبعت لك كل الورق، أبعت لكم كذا ورق، يعني هبعت لكم غالبا أربع أنواع من الورق. في خطوات ريشو لوحدها، في خطوات ريشو مع بقية الخطوات كلها، في حاجة اسمها كويك سامري، كل الكلام ده موجود. اف كيو سي كارير والبليتنج كارير يعنوها شركه طيران اللي انا عايز اخد سعرها اللي هصدر عليها بس. هي بنستخدمها احيانا لو الايرلاين ده مش عندي فانا عايز اعرف السعر على الايرلاين ده كام. لو انا عملت اف كيو والايرلاين عندك هو بيشوف البليتنج كارير اوتوماتيك لوحده، يعني بيشوف البليتنج كارير اللي عندك بيقرا لوحده اوتوماتيك لوحده. تمام؟ بس انت عامه لو انت حطيتيها في كل مداخل التسعير مش هتخسرك حاجه. يعني مثلا حاجز على ماستر اقول له اف كيو سي ام اس ما فيهاش مشكله. هي كده كده مش هتعمل لي مشاكل يعني، بس هي بتبقى افضل يعني. تمام؟ طيب هنا السعر الجديد كام؟ 6646. واضح للناس كلها ولا لا؟ السعر الجديد ظاهر صح؟ طيب بنعمل ايه في مانوال ريشو قبل ما نشتغل؟ عارف ازاي التذكره بتاعتي كانت بكام؟ والفرق ما بينها وما بين السعر الجديد كام؟ يعني انت دلوقتي حضرتك السعر الجديد 6646. طيب افتح التذكره بتاعتي منين؟ مثل الحجز ممكن من اتش تي اي، من الاتش تي اي، الاثنين صح. ممكن اقسم الشاشه. ماشي انا قسمت الشاشه عشان اعمل مدخل تحت اسمه اتش تي اي، نجمه اتش تي اي. ماشي ادي المدخل اللي انا عملته تحت. تمام؟ بص حضراتكم ايه اللي حصل؟ التذكره كانت بكام؟ حضراتكم شايفين؟ حضراتكم شايفين التذكره كانت بكام؟ 6780. شايفين كانت التوتال طالع كام؟ طيب السعر الجديد كام؟ 6646. طيب لا ما هو الفرق ده بالمناسبه مش بالزياده، الفرق ده بالماينس. احنا تذكره سعرها اقل. ما هو السعر القديم اعلى ماشي مفيش مشكله.
تذكرة كده بالمناسبة مفيش تذكرة بتطلع بالماينس، يعني مفيش تذكرة هتطلع بفرق بالماينس إلا إذا لو كان الإيرلاين بيقبل إن هو يرجع اللي هو إحنا بنسميه ريزيدوال فاليو. إحنا كده كده ممكن نعدل السعر ما فيهاش مشكلة، يعني دي في إيدينا إن إحنا ممكن نخلي السعر الجديد هو هو زي السعر القديم، مفيش مشكلة ينفع تمام. بس حتى لو أنت ما عدلتش تمام كده كده مفيش فلوس هترجع لك من الإيرلاين برضه، أنت لازم تكون فاهم الحتة دي كويس. واضحة يا جماعة؟ مش دايما بتلاقي السعر الجديد اقل، احيانا السعر الجديد زي السعر القديم لو نفس الدرجه، واحيانا اعلى، صح؟ بتحصل. بس برضو عشان انت تبقى فاهم ان الشغل هي مشكلته ان هو سيناريوهات، ممكن كل سيناريو رغم ان انت فاهم المبادئ كويس قوي بس ممكن تلاقي ايه ده، طب السعر اقل، طب ايه بقى هيرجع لي الفرق ازاي؟ مبدئيا ما فيش اير لاين بيرجع فرق. واضحه؟ رغم ان انا هنا انا ما تعمدتش اغير درجه، ما خدتش حاجه اقل بس السعر هو اقل. ساعتها اشوف سياسه الاير لاين. في ايرلاين ممكن يرجع لك فرق، في ايرلاين اغلبهم ما بيرجعش. صح؟ الكلام ده انتوا عارفينه اكتر مني بالمناسبه، انتوا بتحتكوا بشركات طيران اكتر مني في الحته دي. صح؟ مفيش حد هيرجع. صح؟ بس خلاص هو اصل انت كمان انت بتتكلم في فرق كام؟ فرق 100 وحاجه، مش فرق كبير قوي صح؟ 100 حاجه و30 جنيه يعني مش قصه يعني. صح؟ طيب هنكمل ازاي خطوات الريش؟ خلاص عرفنا الاول ان مبدئيا كده مفيش فرق، الفرق بالنسبه لنا هو زيرو. خلاص؟ يبقى التذكره بتاعتها هتطلع بكام؟ وحتى لو فرق كبير ما بالظبط هي الفرق كانه زيرو، لان ما فيش تذكره بتطلع بالماينس. يبقى التذكره بتاعتي هتطلع بكام؟ حد عنده فكره قبل ما نشتغل؟ حد عنده فكره التذكره تطلع بكام؟ 11 ب 11 جنيه. حد عارف ليه التذكره تطلع ب 11 جنيه؟ عشان المغربيه هنعمل عليها غرامه التغيير بالاي ام دي، مش هنعملها ضريبه. لو بتتعمل ضريبه يبقى التذكره هتطلع الغرامه بلس ال 11 دي قيمه التذكره. لكن انا الايرلاين ده بالمناسبه بيشتغل بالاي ام دي، والمعلومه بتجيبها منين؟ اوريها لكم بتجيبها منين؟ من مايك سوفت بول. كل الكلام ده موجود في السيستم. واضحه؟ كل الحاجات دي موجوده، كل المعلومات دي هنعرف نجيبها يا جماعه، ما تقلقش، انت مش محتاج كل حاجه اكلم بقى شركه طيران ولا اكلم هيلب ديسك، لا، هقول لك تجيبها منين من جوه الويب سايت بتاعك وتشغل نفسك. تشغل نفسه مش هيقف، مش محتاج لحد. ماشي؟ اه عندنا هيلب ديسك بيساعد، عندنا حد بيساعد، مفيش مشكله، بس اللي انا يهمني انت ازاي تساعد نفسك ما تقفش. اعرف اشتغل، اعرف اتصرف، اعرف اجيب المعلومه. بس هو ده المهم، يفرق ما بين موظف والتاني في الخبره. واحد بيعرف يتصرف عنده خبره، واحد ما بيعرفش يتصرف حتى لو شغال بقاله فتره في خبرته ما فيش. ان انت تساعد نفسك، ان انت تجيب هيلب في السيستم، تجيب هيلب في المايك سايت بول، تجيب خطوات. صح؟ في حد بس مش عامل ميوت يا جماعه بعد اذنكم. ركزوا في موضوع الميوت الله يخليك. تمام؟ طيب يبقى انا التذكره يا جماعه هتطلع ب 11 جنيه، ليه؟ عشان قلنا احنا كده خلاص الغرامه هنطلعها اي ام دي. طيب هي معلومه الاي ام دي ممكن نجيبها منين؟ اولا لو انا فاتح التذكره ودخلت على المسمى السعري، انا بس هخش بسرعه شويه اجيب البنالتيز. تمام؟ هجيب البنالتيز تاني عشان اوريها لكم، هل هي مكتوبه جوه البنالتيز ولا لا؟ انا هخش تاني اجيب البنالتيز بنفس الطريقه اللي دخلت بيها من شويه. تمام؟ هو هنا في البنالتيز مش جايب سيره موضوع الام دي، رغم ان في شركات طيران بمناسبه كاتباها جوه البنالتيز ان الفرق او الغرامه بتطلع اي ام دي، بس انا بالنسبه للمغربيه مش كاتب انها اي ام دي. ماشي؟ واضحه؟ يعني في بعض الايرلاينز تلاقيه كاتب لك جوه الرولز او جوه البنالتيز انها بتتعمل اي ام دي، زي بريتش ويز بمناسبه كاتباها، في شركات طيران مش كاتباها اصلا. صح؟ طيب انا هوريك ازاي تعرف انها اي ام دي من ماي ترافل بورت، وهوريك ازاي تعرف انها اي ام دي من السيستم من غير ما ترجع لماي ترافل بورت اصلا. ماشي؟ طيب يبقى احنا اول حاجه عملنا ايه؟ شفنا غرامه عرفناها كام؟ خلاص مثلا غيرنا التواريخ وعرفنا غرامه كام بجنيه مصري، حلو؟ سعرنا خط السير الجديد التواريخ الجديد عرفنا السعر كام وقارناه بسعر التذكره الفرق قد ايه؟ قلنا الفرق زيرو لان التذكره سعر جديد اقل، فيبقى الفرق بالنسبه لي زيرو، صح؟ طيب هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ سعرنا ازاي؟ اف كيو تشارلي اي تي، صح؟ انا بس بوري حضراتكم الخطوات اللي احنا مشيناها. بعد التسعير لو حضرتك هتكمل الريشو اعمل اي ار وقفل الحجز، مش هتكمل الريشو اعمل اي ار وتجاهل كل حاجه انت عملتها. واضح؟
يعني لحد دلوقتي مستني مثلا عميل يديني كونفرميشن، يديني ابروفال ان انفذ ولا لا. ممكن يقول لك في الاخر ما تنفذش، لا غرامه عاليه، لا بلاش، صح؟ فانت ما تقفلش ولا تعمل اي ار الا ما تاخد كونفرميشن من العميل، ويا ريت تاخد فلوسك الاول وبعد كده تظبط. هي عامه مش مدخل، انا هوريها لك، هي كده كده موجوده في مايتشارت ريبورت، واحيانا بتبقى موجوده جوه البنالتيز اصلا يا طارق، يعني ساعات بتبقى موجوده جوه البنالتيز، بس انا كده كده هوريها لك من مايتشارت ريبورت نفسها، المعلومه نفسها بالنسبه للاي ام دي موجوده ولا لا، يعني اصلا هو موجوده جوه مايتشارت ريبورت، ممكن اوريها لك. تمام؟ طيب بعد ما سعرت هعمل حجز اقفل ازاي اي ار؟ خلاص ما انا اي ار يا جماعه معناها ايه؟ هكمل. هكمل خطوات الريشو، صح؟ هنعمل ريشو مش كده؟ مفيش حد يعمل اي ار الا لو كان هينفذ، هيكمل. ما اعملش اي ار وابوظ التذكره وفي الاخر الاقي العميل بيقول لي لا لا، اعمل اي ار يا جماعه بعد ما تاخد فلوسك عشان تنفذ تذكره، هو ده الصح. اي ار هنعملها كم مره؟ مش هيقبل منك اول اي ار عشان هيقول لك ان السعر القديم اللي على الحجز هيتكنسل، هيقول لك itinerary change filed fares canceled، هتضطر تعمل اي ار للمره الثانيه، فالاي ار هنعملها كم مره؟ مرتين، صح؟ واضحه لحد كده؟ اي ار هنعملها كم مره؟ مرتين بس، المره الثانيه هيقفل الحجز يفتحه عادي. في مشكله لحد كده؟ ليه؟ اللي انا عملته ده كله بنسميه الستيب نمبر 1 تاني، اللي احنا عملناه ده كله بنسميه ستيب نمبر 1، واضحه؟ بس اعمل اي ار عشان بس تشوف التايم ليميت الجديد اللي جالك من الايرلاين، لان كل ايرلاين، اي ايرلاين بالمناسبه بتعمل عليه تغيير، تغيير تاريخ، تغيير ميعاد، تغيير درجه، بيجي لك تايم ليميت جديد. فانت استنى شويه واعمل اي ار، انا بقول لكم الخطوات المظبوطه اللي تشتغل بيها. تمام كده؟ كل دي احنا بنسميها الستيب نمبر 1، حد عنده اي مشكله فيها؟ طيب هوري حضراتكم ماي ترافل بورت، ركزوا معايا. حد عارف الشاشه دي بنجيبها منين؟ صح، حضراتكم شايفين الشاشه اللي انا فاتحها ولا لا؟ الويب سايت اللي انا فاتحه ولا لا؟ دي البيج بتاعت ماي ترافل بورت، بس بنخشها من اول بيج في ماي ترافل بورت من علامه السيرش، يعني علامه السيرش بتدخلني على الشاشه دي. اللي بقى ابتدي اعمل بيها سيرش بالمعلومه اللي انا عايزها، بدور على خطوات الريشو، خطوات الريفاند، معلومه عن الايرلاين. طيب الايرلاين اللي معانا اسمه ايه؟ مش الفا تومي؟ صح؟ مش اي تي؟ اللي هو مغربيه مش كده؟ طيب أو ممكن تكتب كده، يعني مش تفرق كابتن ولا سمول، أنا كتبت كلمة إيه؟ إي إم دي، صح؟ حضراتكم شفتوا أنا كتبت إيه؟ مش أنت لسه طالب تسألني دلوقتي مثلا عارف الإيرلاين ده شغال إي إم دي ولا لأ؟ مثلا في حتة غرامة التغيير، ممكن تكون عايز تعرف مثلا إي إم دي بالنسبة لوزن الشنط، بالنسبة لموضوع السيت. طيب جاب لك شركات الطيران، بس لو هتلاحظ هو بيجيب كل ايرلاين لوحده. بص ده البيبي تامي مثلا، ده الاي كي، دي الاميريتس، دي مين؟ مش دي اللي احنا عايزينها؟ ماشي. ولو نزلت في الليسته ممكن تلاقيه بالمناسبه جايب لك زي اي ام دي بالنسبه لكل شركات طيران، بيجيبها لك بشكل اكسل شيت ممكن تعملها داونلود. عموما انا عايز الاي ام دي بالنسبه للايه؟ المغربيه، صح؟ الملكيه المغربيه. تمام؟ بس هادي انا عايز الفاكت شيت بتاع مين؟ المغربيه، بس اعمل كليك عليها. شايفينها كلكم معايا؟ بس كليك عليها هتعرف كل الحاجات اللي الايرلاين ده بيفعلها وبيقبلها في اليوم دي. من غير بقى لا اتكلم شركه طيران، ومن غير ما اكلم الديسك، من غير ما اقعد اسال حد حواليا، عندك المعلومه تجيبها من الاكونت بتاعك بتاع ماي ترافل بورت دوت كوم. واضحه كده يا جماعه؟ الموضوع بس سهل، بس الفكره اجيبها منين المعلومه؟ ادور عليها ازاي لوحدي؟ اوصل لها ازاي بسرعه؟ خاصه لو انا شغال في تذكره وعايز انفذ، صح؟ بس هادي اي ام دي فاكت شيت بالنسبه لنا. بص يا باشا، ممكن من ترافل بورت سبورت. بص يا باشا، حضرتك شايف اول شاشه في ماي ترافل بورت كلكم معايا؟ دي اول شاشه من اول ما بخش في ماي ترافل بورت، شايفينها؟ دي الشاشه الاولانيه. حلو، شايف علامه السيرش؟ تمام.
مجرد ما تعمل كليك عليها يفتح البيج دي. وصلت؟ اوكي تمام يا باشا. تمام. فتح لك على طول واحد. تمام؟ واضحه كده للناس كلها يا جماعه جبناها منين؟ طيب بصوا معايا. حضراتكم شايفين المنظر اللي قدامي ولا لا؟ هي عامله زي فكره الجدول، شايفين الجدول؟ دي كل الحاجات اللي بتسمح فيها المغربيه انها تتعامل باليمين. طبعا الحاجات مش قليله. اولهم حاجه اسمها تشينج ايه؟ حضراتكم شايفينها معايا؟ تشينج فيز. يبقى غرامه التغيير على المغربيه بتتعامل يمين دي. الجروب ديبوزيت على المغربيه بيتعمل يمين دي. الريفاندبل بالانس لما باجي استرد فرق من الايرلاين بيتعمل يمين دي. تشيك دي باجج فيرست، الشنطه الاولانيه، الشنطه الثانيه، الشنطه الثالثه، كل ده بيتعمل يمين دي. صح؟ بيتن هولد، بيتن كابن، الكلام ده كله بيتعمل يمين دي. حضرتك شفت كل الايرلاين بيسمح بيه باليمين دي، عايز اكتر من كده؟ واضحه ولا لا؟ حد عنده مشكلة؟ بس فانا اول حاجة هي دي اللي انا بدور عليها. انا عندي غرامة كتير، فانا عرفت ان الايرلاين ده بيعملها ايه ام دي. بس لسه ازاي اوريكم خطوات الام دي بتتعمل، بس اجيب المعلومة من الاول قبل ما اشتغل. صح؟ ما انت لو ما حضرتش المعلومة دي هتبقى مش عارف تشتغل ازاي. صح؟ ما انا ما عرفتش اجيبها مش عارف بقى هي الايرلاين ضريبة ولا ام دي، ما انا مش عارف اجيب المعلومة نفسها. لكن دلوقتي احنا جبنا المعلومة. يبقى الايرلاين غرامه التغيير لازم تتنفذ اي ام دي، ملهاش حل تاني. صح؟ المعلومه عندك. وبمناسبه الميزه في ماي ترافل بورد بيجيب لك اخر ابديت، اخر تحديث. يعني دي اخر معلومه، دي كل التحديثات اللي حصلت، حتى لو الايرلاين عمل اي ابديت في الاي ام دي بيجيب لك اخر ابديت. صح؟ فدي ميزه. صح؟ انت عشان بمناسبه تجيب المعلومه دي من بعيدا عن ماي ترافل بورد هتضطر قدامك حل واحد، ان يعني انت تتواصل مع شركه طيران. صح؟ هات لي واحد فينا عموما ايرلاين بيرد عليه من اول مكالمه، يعني مع احترامي للناس كلها، هات لي واحد الايرلاين بيرد عليك من اول مكالمه، حتى لو معاك نمره حد كموبايل او نمره حد في السيلز بتاعت الايرلاين، احيانا مش بيرد معاك من اول مكالمه. صح؟ احيانا مشغول. صح؟ احيانا بيرد على غيرك، مش كده؟ المعلومه عندك ممكن تجيبها في دقيقه من غير ما تضيع وقت ولا مجهود ولا مكالمات تليفونات ولا وجع دماغ، بس اهي قدامك اهي. وصلت؟ فهمتوا المعلومات دي كلها بتجيبها منين؟ فهمت ان انا ممكن اجيب كل حاجه من ماي ترافل بورت. حتى لو انت عايز تعرف الايرلاين ده بيقبل فود ريش ولا لا، هجيبها من ماي ترافل بورت. عايز اعرف الايرلاين ده بيقبل كانسل ريفاند ولا لا، بيجيبها من ماي ترافل بورت. طيب بما ان احنا جوه ماي ترافل بورت، تعالوا بقى معايا في الحته دي. في السيرش هكتب كلمه فود اكسشينج. كتبت فود اكسشينج، حضراتكم شايفينها كويس؟ شايفين اللي انا كاتبه؟ حاجة تخص موضوع احنا بنتكلم فيه. ما في حاجة اسمها ريشو. صح؟ وفي حاجة اسمها فويد ريشو، مش كده؟ تمام؟ واضحة كده ولا لا؟ لو كتبت فويد اكسشينج اللي هي فويد ريشو جاب لك أول حاجة إيه؟ أول سؤال اسمه إيه؟ ليست of all airlines or airlines allowing exchange ticket to be reversed and any ticket refund to be canceled. صح؟ كل لسته فيها كل شركات طيران اللي بتقبل فويد ريشو وبتقبل كانسل ريفاند الاثنين. بس هتلاقي وسط اللسته دي بمناسبه مغربيه. ايه؟ نعمل كليك على اللست. تمام؟ بس فين بقى مغربيه في الموضوع؟ شايفين حضراتكم شركة طيران اللي أنا معلم عليها؟ شايفينها؟ بس المغربية بتقبل إيه؟ هو كاتب كلمة اكسشينج صح؟ يبقى بتقبل إيه؟ بتقبل فود للريشو، واللي كاتب جنبه ريفاند بيقبل كانسل ريفاند، واللي كاتب بوث بيقبل الاثنين، بيقبل فويد للريشو كانسل ريفاند، كل حاجه معناها واضح. واللي كاتب نو زي اير كندا لا بيقبل فويد للريشو ولا بيقبل كانسل ريفاند. صح؟ فانت عندك لسته فيها كل شركات طيران، مين بيقبل فويد للريشو، مين بيقبل كانسل ريفاند، من غير برضو ما ترجع تكلم شركه طيران. صح؟ دي تهمني؟ تهمني، عشان انا وانا شغال في الريشو
حصل حاجه عايز اعمل فويد للريشو وارجع عيده يقبل الاير لاين بيقبل فويد للريشو معايا تمام. هو صح ان انت يعني ايوه صح. قبل ما انفذ اي حاجه هتاكد بس هو بيقبل ايه الغرامه هتتعمل ايه دي ولا هتتعمل ضريبه عشان بس تفرق معايا في الخطوات. ما لو هتتعمل ضريبه هحطها ضريبه عادي في السعر وبكود معين لازم ابقى عارف الكود صح. لو هتتعمل اي ام دي خطوات الاي ام دي خطوتين بالماوس بس عشان ابقى عارف انا هشتغل ازاي انفذ ازاي صح. ما انا هنا في المثال ده انا ليه بقول الكلام ده برضه عشان انت تبقى عارف من الاول ايه هي ليه التذكره تطلع ب 11 جنيه لان الغرامه هتتعمل ايه ام دي مش هتطلع في التذكره تطلع في وثيقه لوحدها. لكن لو الغرامه تطلع ضريبه هتبقى قيمه الضريبه زائد ال 11 اكس الف هتبقى عارف التذكره الجديده بكام صح. واضحه كده يا نهى ولا لا؟ واضحه للناس كلها؟ بس كل الكلام ده انا جبته منين يا جماعه؟ من جوه ماي ترافل بورت. ما اعتقدش ان فيها اي صعوبه بس حضرتك استخدم ماي ترافل بورت في كل حاجه وانت تجيب كل معلومات انت عايزها. صح؟ يبقى خلاص احنا عرفنا الاير لاين غرامه بتتعمل ايه ام دي صح؟ عرفنا غرامه كانت كام؟ 25 يورو. عرفنا كام بالمصري؟ 455 صح؟ غيرنا التواريخ، سعرنا خط السير الجديد وقفلنا الحجز صح؟ وعارفين ان التذكره دي هتطلع ب 11 جنيه حلو والاي ام دي هتطلع ب 455 اللي هي غرام تغيير بس هي مش 455 المفروض 455 بير دايركشن انت مغير في الذهاب وفي العوده يعني هتعمل لها 910 ما انت هتجمع الاثنين على بعض صح؟ طيب خلصنا اول ستيب في الريشو. طيب تعالى في الستيب رقم 2. الستيب الثانيه ان احنا عايزين نفتح السعر الجديد مانيوال ثاني عايزين نشتغل في السعر الجديد منه مش ده السعر الجديد. انا عملت نجم اف اف مش ده السعر الجديد النيو فيل اللي هو ب 6646 شايفينه معايا كويس ولا لا؟ تمام؟ واضح للناس ولا لا؟ طيب بصوا بقى عشان بس حضرتك كنت رايح دماغكم خالص انسوا بقى المداخل انسوا المداخل. التيكت اسيست هيساعدنا في كل خطوات المانوال ريشو خاصة لما تكون عايز تلعب في السعر مانوال بس بالماوس مش مداخل. التيكت اسيست اي حد مش موجود عنده انا هخش معاه على شاشة وانزله عشان هيريحك في حاجات كتير جدا في الشغل. طيب احنا عايزين نخش على السعر ده هنلعب في السعر. يعني ايه نلعب في السعر يا جماعة؟ يعني عايزين نشيل من السعر الجديد كل الضرائب اللي العميل دفعها قبل كده. واضحه معايا ولا لا؟ معايا؟ تاني عايزين نشيل من السعر الجديد كل الضرائب اللي العميل دفعها قبل كده. ده المانيوال ريشو. مفهومه ولا مش مفهومه بس كلام؟ لا ما انا هنسيك المداخل يا طارق. انا هنسيك المداخل خالص. دلوقتي لما تشوف طريقه الشغل عامله ازاي انت اصلا مش هتيجي ناحيه المداخل اصلا. ماشي؟ بصوا معايا يا جماعه. انا عندي مداخل هفتح السعر زي رقم واحد مانوال وابتدي اخش اشيل الضرايب صح؟ واسيب الاكس ال واقفل السعر ازاي؟ حوالي اربع او خمس خطوات اربع او خمس مداخل وساعات بيبقى اكتر. طيب تعالى نخش على التيكت اسيست ركزوا معايا. كلكم شفتوا التيكت اسيست فتح معايا انا فتحته منين؟ اهي انا واقف عليها بالماوس اللي هي فوق في الحجز على اليمين. التيكت اسيست فتح قدامكم ولا لسه؟ فتح قدامكم ولا لسه يا جماعه؟ طيب حضراتكم شايفين حاجه في التيكت اسيست انا واقف عليها كده بالماوس اسمها مانوال ماسك جنب كلمة تيكت ريفاند. شايف انا؟ كله شايف كلمة مانوال ماسك؟ اهي شايف انا معايا ولا لا؟ انا حاب بس اوريكم انا هعمل كليك فين. بس كليك على كلمة مانوال ماسك. عملت كليك على المانوال ماسك، حد شايف الشاشة اللي ظهرت ولا لسه؟ شايفين معايا؟ طيب حضراتكم
ظاهر لك ايه في المانيو المصري؟ ظاهر لك حاجتين، create empty fair. حد فاهم يعني ايه create empty fair type؟ اه بتعمل الفير كله من جديد، بتعمل ابديت للفير كله، هتبني سعر من الالف للياء وتدخل كل حاجه في بيدك زي شغل المجاميع بالظبط. فدي بتنفع معانا في شغل المجاميع ليه؟ لان الايرلاين بيبعت لك السعر بتاعها ما بيبقاش على السيستم. فكريت امبتي فير احنا طبعا مش هنستخدمها دلوقتي، بس انا بوريك ان انت ممكن تخش تعمل كل حاجه جرافيكال بالماوس. اقدر احط الاساسي والمسمى السعري ووزن الشنط و واقدر احط نوت فاليد افتر نوت فاليد بيفور والفير كالكوليشن وكل حاجه والضرايب وكل حاجه بيديك جرافيكال بالماوس من غير ما ده. اللي احنا عايزينه في المثال بتاعنا حاجه اسمها لود ماسك فروم فايل فيل. شايفينها؟ لود ماسك فروم فايل فيل. يعني ممكن تكون مشكله الصوت من عندكم يا جماعه، انا عندي هنا المايك انا عامله على اعلى حاجه، اعلى ليفل عندي. هتلاقي مشكله في الكونكشن عندك احمد. شوف كده الصوت ظهر عندك تاني ولا لا؟ تمام؟ ماشي. احنا هنا يا جماعه هنستخدم لود ماسك فروم فايل فيل، مش انت كده كده مسعر سعر جديد، مش انت مسعر سعر بالاف كيو، فانت عايز تخش تلعب فيه، عايز تخش تشتغل في السعر بتاع الفايل فيل بتاعك اللي موجود في الحجز. يبقى هتخش على حاجه اسمها لود ماسك فروم فايل فيل، شايفينها كويس؟ ما هي الاف بي سي هي كريت امتي فير. تمام؟ شايفين كلمه لود ماسك فروم فايل فير؟ انا واقف عليها بالماوس. هي دي اللي احنا نعمل عليها كليك بمناسبه. دي اللي احنا من خلالها هنخش نشتغل في كل حاجه في السعر ونسيب كل الضرايب اللي عاملين دفعها بكده. بس اعمل كليك على اللود ماسك فروم فايل فير، اول ما هعمل كليك هتظهر لي الشاشه دي. كله شاف الشاشه اللي ظهرت ولا لسه؟ الشاشة ظهرت عند حضراتكم؟ كله شايفها؟ هو شايف السيجمنت الجديدة ومعلم عليها؟ اهي شايف الراكب واسمه ونوع ادلت ومعلم عليه، عامل له سيلكت بس، فاضل لك ان انت تعمل كليك على كلمة كونتينيو اللي تحت الاسم على طول. شايفينها؟ شايفين كلمة كونتينيو؟ كونتينيو ما انا عايز اكمل صح؟ عايز بقى افتح بقيه السياره واشتغل، بس اعمل كليك على كونتينيو، حتى لو الحجز فيه اكتر من راكب هينفع، لسه هوريها لكم في مثال فيه ثلاث ركاب مع بعض. كليك على كلمه كونتينيو. حضرتك شفتوا اللي ظهر عندي ولا لسه؟ معلش انا باخد وقت على ما اتاكد بس ان انتوا كلكم شفتوا الشاشه معايا، فمش عايز اخش اشتغل على حاجه واعمل كليك على حاجه واشتغل الا ما تكونوا كلكم شايفين نفس الشاشه زي بعض. واضحه ولا لا؟ هو كده المفروض ان هو فتح لك السعر الاساسي الار او اي اللي هو معامل التحويل الفير كالكوليشن، هو كل حاجه كاتبها، التاكسز الجديده كلها، وتحت تلاقي التوتال اللي هو 6646. شايفين كله؟ طيب تعمل ايه عشان تشيل كل الضرايب اللي عاملين دفعها قبل كده؟ هو ده المانيوال ريشو. المانيوال ريشو انا بشيل كل الضرايب اللي عاملين دفعها قبل كده، ما ينفعش اخد من عميل ضريبه دفعها قبل كده، ما ينفعش ادفعها نفس الضريبه مره ثانيه، ما عدا ضريبه الاكس ال او 11 اكس ال دي كل مره بيغير بيدفعها غصب عنه. صح؟ طيب حضراتكم شايفين الاكسات اللي بالاحمر اللي جنب كل ضريبه؟ في اكس كده بالاحمر جنب كل ضريبه، شايفينها ولا لا؟ حد شايفها؟ بس الاكسات اللي بالاحمر دي يا جماعه اللي احنا بنشيل منها الضرايب. يعني عايز تشيل اي ضريبه اعمل كليك على اكس بالاحمر، بصوا هتلاقيه بيشيل ضريبه وبيرحل. شيل الضريبه اللي بعديها اكس بالاحمر هيشيل وبيرحل. شيل اللي بعديها بالاكس واللي بعديها واللي بعديها. حضراتكم هتلاحظوا الصف الاولاني في الضرايب كله اختفى لو حضراتكم مركزين معايا. تمام؟ طيب ها
انزل في الصف اللي بعديه اشيل الضرايب برضو من علامه الاكس، يعني الاكس بالاحمر دي مجرد بعمل كليك عليها بشيل الضريبه، هفضل اشيل الضرايب كلها ماشي. شايفين انا بعمل ايه؟ فضلت اشيل الاكس بالاحمر لحد ما سبت ضريبه واحده اللي هي انهي ضريبه؟ لو حضراتكم شفتوا اللي حصل معايا شايفينها معايا بالظبط، انا سبت الضريبه اللي هاخدها من العميل اللي هي ال 11 جنيه اكسل بس. هذه الطريقه بالمناسبه، هذه المانيوال ريشو. هو اكتر مشكله حاجه اكتر حاجه بتضايق الناس في المانيوال ريشو بالمناسبه، ازاي يلعب في السعر، ازاي يخش يشيل الضرايب، ازاي يسيب الاكس اقل بس. بعيدا عن قصه المداخل، ابعد بقى عن المداخل خالص، انسى المداخل. انت لو اشتغلت في تيكت اسيست حتى لو الحجز فيه اكتر من راكب ينفع، حتى لو الحجز فيه تسعه ينفع، ما فيهاش اي مشكله. ما انت عندك حتى بينفع بالمناسبه كمان في شغل مجانيه مش في الافراد بس كمان. طريقه شغل جرافيكال، ازاي اشيل ضرايب، العب في الضرايب، اشيل او حتى العب في الاساسي من غير ما اعمل مداخل. صح؟ هنا بس انت ممكن تظبط الاساسي اللي هو 2673 تخليه زي الاساسي القديم اللي هو العالي، يعني هو السعر القديم كان اعلى. صح؟ عشان كده كده ما بيرجع لكش فرق، ممكن تعدله وممكن ما تعدلوش ما فيهاش مشكله، بس كده كده مش هيرجع لنا فرق بالماينس عشان بس تبقوا فاهمين. بس هو الصح لما يكون الاساسي القديم اعلى حطه هو هو نفس الاساسي القديم. يعني انت هنا ممكن تعمل ايديت، ممكن اعدل الاساسي، اه السيستم هيبقى مش هيقول لك لا، ما انت داخل مانوال اعمل اللي انت عايزه في السعر كله. صح؟ معايا؟ استنى انا اقول لكم السعر القديم كان كام؟ ممكن افتح اتش تي اي ورا واجيبه. كان 2000، هو كله مظبوط بس انا قالوها بس اتاكد من حته الاساسي. يعني بص الاساسي الجديد 2673، بص الاساسي القديم ورا لو شفتيه انا فاتحه 2807، شايفه؟ يعني فاتح ورا التذكره اللي هي الاتش تي اي، يعني شايفينها معايا؟ بس فانت هنا عايز تحط الاساس القديم اللي هو الاعلى. اه ممكن اعمل ايديت اهي، ده ممكن اخليه كام؟ 2807. قبل ولا ما قبلش؟ اه عدل عادي ما فيهاش مشكله. يعني انت دايما لما يكون الاساس القديم اعلى خش انت حضرتك خد نفس الاساس القديم بتاعك. لو الاساس القديم زي الجديد خلاص سيبه ما تلعبش فيه، لو الاساس الجديد اعلى سيبه عشان هو بيحسب الفرق برضه لوحده. واضحه؟ فاهمين الفكره؟ يبقى انت الاساسي لو القديم زي الجديد سيبه، لو الجديد اعلى سيبه، لكن لو الجديد اقل تحط الاساس القديم اللي كان اعلى. واضحه؟ انا بس عايزكم تفهموا الفكره. الريشو معلش قول، هو ازاي انا هختار في، يعني هيبقى عندي فير بيسك جديد اعلى ازاي؟ يعني مش كده ممكن يجي لي اي دي ام اصلا على الريشو دوت على اساس ان انا المفروض بختار يا اما سيم فير او فير اعلى؟ بص ما هو يا سيم فير يا زي، ما هو ما انا دلوقتي لما خليته 2807 مش ده نفس السيم فير بتاع الاولد فير؟ مش نفس الاساس القديم هو هو نفس القيمه؟ ما هو كده كده السيستم لما بيطرح الاثنين الفرق هيبقى زيرو. صح؟ فدي مستحيل يجي لك اي دي ام عليها اصلا الا لو انت ما خدتش بالك وكتبت غلط، ده موضوع ثاني. ما انتوا خدوا بالكم يا جماعه، المانيوال ريش مشكلته انت بتكتب بايديك اي رقم السيستم بيقبله، بس ركز ان انا اكتب الرقم الصح ما اكتبش اي حاجه غلط. ما هنا بصيت في التذكره فتحتها اهي على جنب. صح؟ متاكد؟ كام؟ قوم خدت كوبي بيست او اكتبه زي ما هو. يعني انا فتحت التذكره عشان اجيب الاساسي كان كام، مش بكتبه من دماغي، مش بقول تقريبا كان كام. هنا في شغل التذاكر مفيش حاجه اسمها تقريبا. حط نفس الاساس القديم لان هو كان اعلى. عارف ليه انا بعمل كده؟ حد فاهم ليه انا بعمل كده؟ ما كان ممكن اي واحد يقول لك ايه، ما تسيب الاساس القديم الجديد حتى لو اقل مش مشكله، ما التذكره هتطلع ايه؟ الفرق هي هتطلع ب 11. صح؟ لا، هي بتفرق حضرتك عشان لو التذكره بايشو جه يوم من الايام العميل قال لك عايز اعمل لها ريفاند ترجع له البيزك الاعلى. ما هو انا مش وارد بعد ما اعمل ايشو في وقت من الاوقات ممكن تلاقي العميل يجي يقول لك بعد ما عملت له ايشو مره واثنين وثلاثه لا اعمل لي بقى ريفاند خاص مش مسافر بس. فانت دايما حط البيزك الاعلى اللي هو القديم مثلا، لو البيزك الجديد اعلى سيبه زي ما هو ما تلعبش فيه، لو البيزك الجديد زي القديم ما تلعبش فيه. يبقى احنا بنلعب فيها في حاله واحده بس، لو القديم
اعلى من الاساس الجديد فقط، بكتب القديم الاعلى. واضحه ولا لا؟ مفهومه ولا لا للناس كلها؟ لازم كل واحد يبقى فاهم بس الخطوات اللي انا بعملها ماشي ازاي. واضحه كده يا جماعه ولا لا؟ هو لما يجي يطرح البيزك القديم من الجديد 2807 من 2807 هيديله الفرق كام؟ الفرق زيرو. هتقوم التذكره طالعه طبيعي بكام؟ ب 11 صح؟ وكده كده عشان احنا اتفقنا لو حتى السعر الجديد قليل انا كده كده يا جماعه ما بيرجعليش فرق من الايرلاين، فانا اظبط البيزك بتاعي نفس البيزك القديم الاعلى صح؟ بس انت تبقوا فاهمين الخطوات. هو الريشو مان مشكلته كلها الحته دي، طول ما انت فاهم انت بتعمل ايه بتلعب في الحته دي ليه، هي دي اللي بتعمل معاك مشاكل. هي بتفرق يا ساندرا ما فيهاش مشكله. هو وريها لك ازاي، هي سهله برضو. لو انا شكيت ان ممكن في فرق في الضرايب انا كده كده ممكن افتح السعر الجديد، افتح السعر القديم مقارن قبل ما اخش اشتغل. دي سهله بنجيبها على الشاشه عندنا، ممكن اقسم الشاشه اثنين وافتح في شاشه السعر الجديد وافتح في شاشه ثانيه الاتش تي اي اللي هي التذكره واقارن الضرايب ببعض. لو في فرق في الضرايب انا بحطها بالكود بتاعها عادي ما فيهاش مشكله، فكده كده موجوده تمام. طيب في اي مشكله في المثال ده لحد دلوقتي؟ تلاقوش انا لسه هعمل مثال ثاني بس هاخد درجه اعلى يعني بالفرق يعني. طيب خلصت، انزل اعمل له كليك على كلمه ابديت فير، شايفينها تحت بالازرق كلمه ابديت فير شايفينها؟ كله شايف كلمة ابديت فير اللي واقف عليها يا جماعة؟ ايه؟ كله شايف ابديت فير؟ بس خلصت، اعمل كليك على كلمة ابديت فير، واضحة؟ اهي انا واقف عليها بتحرك الماوس، لونها ازرق، شايفينها تحت اهي، حد شايفها معايا؟ بس هعمل كليك على كلمة ابديت فير، ايه الرد اللي ظهر لي بقى؟ يعني يشوف الريسبونس اللي ظهر لك ده معناه انت شغال صح ولا غلط، قبل ولا ما قبلش. لما يقول لك مانوال فير بيلد هاز بين سكسسفلي كومبليتد معناها ايه؟ سكسسفلي كومبليتد يعني تم بنجاح ولا ما تمش بنجاح؟ صح؟ واضحه؟ بس اعمل سيف تشينج اند كونتينيو، واضح الرد يا جماعه؟ واضح الريسبونس؟ سيف تشينج اند كونتينيو دي لان انا عايز اكمل صح؟ هكمل بقى خلاص، دخلنا داخلين في امر الطباعه ونفذ التذكره بالظبط. انت بس تقول له سيف تشينج اند كونتينيو. انا بس معلش انا باخد وقت في الشاشه عشان كل واحد يبقى شايف اللي انا بعمله تمام؟ ما هو ده عيب الاونلاين شويه يعني، تلاقيني قعدت فيها شويه، قعدت فيها مده على بس ما اتاكد ان كل شايف شاشه معايا، شايف ان انا بعمل كليك فين واقف فين بشرح ايه، عشان ما حدش بس حاجه تقع منه او تتوه منه. سيف تشينج اند كونتينيو بعمل كليك عليها تمام؟ اهي عملت كليك على كلمه سيف تشينج اند كونتينيو، بس فاضل حضرتك تعمل كلوز للشاشه بتاعت التيكت اسيست. شايفين كلمه كلوز؟ اهي شايفينها؟ بس كلمة كلوز اهي، بس اقفل التيكت اسيست، هقفل التيكت اسيست. في مشكلة لحد كده؟ بس تعالى على الحجز بس اعمل ايه؟ على السيستم اعمل اي ار اللي هي سيف، اي ار اند جي. اللي احنا عملناه ده كله اللي هي خطوة اللي يعني بلعب فيها في الأسعار دي اللي احنا بنسميها الستيب نمبر 2 في الريش. أول خطوة غيرنا التاريخ وسعرنا وقفلنا. الخطوة الثانية دخلنا على السعر مانيوال، شلنا كل الضرايب، سيبنا 11 هيك سالب صح؟ بس اعمل اي ار اللي هي سيف او اند اند ريسيف. واضحة لحد كده يا جماعة؟ حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب نجيب رقم التذكرة منين من الحجز؟ أنا عايز رقم التذكرة عشان هعمل لها ريشو، هطبع على بالها تذكرة جديدة صح؟ هغيرها تذكرة جديدة. هجيبها منين من الحجز؟ موجوده عند حضرتك في الاتش تي اي وموجوده في الاتش تي اي صح؟ طيب هفتح الاتش تي اي
حضرتك شفت ال اتش تي اي اللي انا فتحته ولا لا؟ ادي رقم التذكره. ايوه انا مظللها، باخدها كوبي. شايفين معايا يا جماعه؟ حضرتك شايفين رقم التذكره اللي انا خدته كوبي؟ خدته من اتش تي اي عادي، عشان هو الافضل انت تاخده كوبي عشان بس ما تغلطش وتحط رقم تذكره غلط في عمر الطباعه، حتى عشان التذكره كلها بتبقى ما فيهاش مسافات، كلها حيطه واحده. واضحه لحد كده؟ بس خدنا رقم التذكره ايه؟ كوبي. طيب عمر الطباعه اللي هيتعمل ازاي؟ احنا عايزين بقى نطبع تذكره جديده اللي هتطلع ب 11 جنيه. بصوا معايا عمر الطباعه بيتكتب ازاي. تيكت برنت اللي هي اختصار فورم اوف بيمنت. طيب طريقه الدفع ايه تفتكروا؟ حد عنده فكره عن طريقه الدفع في حاله لما كنا عامل ريشو من تذكره لتذكره؟ تي كي بي اف اي اكس اللي هي اختصار اكسشينج. ما هو انت عايز تستبدل تذكره بتذكره صح؟ عايز تغير تذكره بتذكره مش كده؟ فبعمل تي كي بي اف اي اكس اللي هي اختصار اكسشينج، وبعد كلمه اي اكس ببتدي احط رقم التذكره الجديد. ماشي كده كده انا هنا مش محتاج اكتب اي حاجه لان انا ما عنديش غير هو راكب واحد على الحجز، فخلاص اعمل تي كي بي اف في اكس رقم التذكره. لان في مثال تاني لسه هنتكلم عليه كمان شويه، في بقى عضله تشارج انفنت، ساعتها بقى لازم احدد كل واحد واحد، لازم اطبع كل واحد واحد. فانت هنا بس مش محتاج غير انك تعمل تي كي بي اف في اكس رقم التذكره بس، مش اكتر من كده. بس خد بالك ان الامر ده مش مجرد ما انت بتعمله التذكره بتطلع، لا هو هيجيب لك شاشتين ومن الشاشه الثالثه نقدر نصدر. معايا؟ ده مانيوال ايشو، ده مانيوال. طيب كله شايف المدخل انا كاتبه ولا لا؟ تيك بي اف اي اكس رقم التذكره شايفينه؟ التيك بي اللي هي تيكت برنت، اف اللي هي فورم اوف بايمنت، وبعد كده اي اكس اللي هي اكسشينج، وبعد كده بحط رقم التذكره اللي انا عايز استبدلها بتذكره جديده. واضح بس معنى المدخل؟ مفهوم؟ واضحة يا جماعة ولا في مشكلة؟ بس المفروض انت هتدوس انتر بعد ما تكتب رقم التذكرة على طول. هدوس انتر. حضراتكم شفتوا الانتري اللي انا عملته؟ شفتوا الريسبونس اللي ظهر ولا لا؟ شوفوا بس كده حضراتكم، شوفوا الرد ظهر عند حضراتكم ولا لسه؟ كله شايف الرد؟ دي اول شاشه في المانيوال ريشو في خطوط الطباعه، يعني ان هو بيجيب لك ان انت بتعمل اكستشينج التذكره بتاعت الراكب اللي اسمه ايه؟ النيو فير اللي هو 2807. التاكسز اللي في النيو فير مش هتلاقي غير 11 اكس ال، بقيه الضرايب هتلاقيها فاضيه. ده معناه ان احنا شلنا كل الضرايب وسبنا مين؟ ال 11 بس، صح ولا انا غلطان؟ نوضح لكم شكل الشاشه ده معناه ايه؟ كل تفصيله في الشاشه معناها ايه؟ صح؟ لان انت لازم تكون فاهم كل حاجه في الشاشه قدامك. في مشكله لحد كده؟ طيب اكستشينج تيكت نمبر اللي انت بتغيرها رقم التذكره كذا، تمام. التذكره دي فيها كام كوبون؟ واحد اثنين. يعني ايه واحد اثنين؟ ما هو كايرو كازابلانكا هي كوبون نمبر 1، كازابلانكا كايرو كوبون نمبر 2، ما تقراهاش 12، هو يقصد الكوبون واحد واثنين. البيزك القديم بتاعها كام؟ 2807 صح؟ خد بالك تي تي ال فاليو هنا المقصود بيها مش التوتال، لا هو يقصد البيزك القديم يعني. ماشي؟ البيزك القديم 2807، البيزك الجديد يا جماعه 2807. طب لو السيستم طرح الاثنين من بعض هيلاقي الفرق كام؟ ما هو هيطرح الاثنين من بعض هيطلع لي الفرق كام؟ الفرق زيرو، صح؟ عشان كده التذكره هتطلع بكام؟ بال 11 بس، انا بفهمكم عشان حتى انت في الاخر انت المفروض عارف التوتال هيطلع في الاخر كام، بس افهمك الحسبه ماشيه ازاي. يعني انا عارف انها في الاخر هتطلع ب 11 جنيه، وواثق انها تطلع ب 11 جنيه، بس عشان انا فاهم الخطوات اللي انا ماشي بيها صح واحده واحده، صح؟ طيب يعني السيستم اللي بيطلع الفرق الاساسي القديم من الجديد لو في فرق بيحسبه، مفيش فرق هيطلع لك فرق زيرو. كده كده زي ما اتفقنا السيستم
هو اللي بيعمل الحته دي لوحده من غير ما انت تتدخل. بيطرح الاساس القديم من الجديد. واضحه؟ في مشكله لحد كده؟ جايب لك الاوريجنال فورم اوف بايمنت رايت الدفع تذكره اصليه كانت اس، يعني اس معناها ايه؟ التذكره كانت طالعه كاش صح؟ جايب لك الاورجن طالع منين بدايتي؟ كايرو الديستنيشن، ما انا راجع فين في الاخر؟ كايرو. جايب لك المدينه اللي انت مصدر منها التذكره اللي هي كايرو. جايب لك تاريخ الاصدار اللي انت مصدر بيه اللي هو كام؟ 15 جولاي 20. جايب لك رقم العياده بتاعك صح؟ جايب لك كل حاجه. طيب الشاشه دي ما بنعملش فيها اكشن، ما بنكتبش فيها حاجه بايدينا. تمام؟ كل اللي انت بتعمله في الشاشه دي هي والشاشه اللي جايه ان حضرتك بتروح بعد اخر دوت وتدوس انتر. شايفين اخر دوت في الشاشه تحت خالص على الشمال؟ واقف عندها حتى علامه الكتابه بتنور وتطفي. شايفينها ولا واضحة؟ انتوا معايا يا جماعة ولا لا؟ تمام. بروح بعد اخر دوت وادوس انتر. بصوا الشاشة اللي بعدها. طيب الشاشة اللي بعدها حد شايف ايه اللي ظهر فيها ولا لا؟ بيجيب لك فيها كل الضرائب القديمة، حتى كتب لك فيها كلمة باي تاكسز. شايفينها كلمة باي تاكسز؟ بس عرض كل البي تاكسز الضرايب القديمه كعرض بس كده كده انت مش هتلعب فيها ولا هتعمل فيها اي حاجه عشان بس حضرتك تبقوا فاهمين المعنى. واضحه؟ برضه بالمناسبه الشاشه دي كده كده ما بنعملش فيها حاجه غير ان احنا بنروح في اخر الشاشه تحت بعد الدوت والدوس انت. المهم بس حضراتكم شايفين انا ماشي ازاي ولا لا؟ انا ماشي واحده واحده بالراحه عشان بس كله يبقى شايف انا بعمل ايه بالظبط. معايا؟ كله شايف انا واقف فين يا جماعه؟ عند الدوت اللي في اخر الشاشه تحت خالص. يعني انت عندك اول شاشه بعد ما بتعمل امر الطباعه بتدوس على تحت الدوت تحت خالص، ثاني شاشه برضه بدوس بعد الدوت تحت خالص، يعني اول شاشه وثاني شاشه في خطوه الريشو بعد امر الطباعه ما بنكتبش فيهم حاجه، ما بنعملش ايديت، ما بنعملش اي حاجه، بس بروح بعد اخر دوت ادوس انتر. كله شايف الرد اللي ظهر الاخير ولا لا؟ دي اخر شاشه بتطلع لك بالمناسبه. كله شايف التوتال اد كولكشن كام؟ التوتال اديشنال كولكشن كام؟ كله شايف التذكره الجايه هتطلع بكام ولا لا؟ ظهرت عندكم كلكم ولا لا؟ تمام؟ اهي التوتال كام؟ اعتقد واضح عند الناس كلها. يبقى انا كده ماشي خطواتي كلها صح ولا غلط؟ ما لو التوتال جه هنا وطلع مش مظبوط يبقى في حاجه غلط، بس عامه ممكن تعمل اي ار وترجع تعيد تاني، يعني انا لسه ما صدرتش بالمناسبه. ما لسه ما طبعتش، فانت الحسبه بتاعتك شوف الاول صح ولا غلط قبل ما تطبع، لان انا لسه هقول له اطبع، يعني لحد دلوقتي هو لسه ما طبعليش، فانت عندك لحد اخر خطوه عندك الامكانيه ترجع تعيد كل حاجه من الاول لو انت عايز، صح؟ يعني التوتال عندي مظبوط ولا مش مظبوط؟ تمام 11 عايز تطبعها كاش هتلاقيه كاتب اف اللي هي فورم اوف بايمنت، اس اللي هي معناها كاش. طب هو ليه شايف انها كاش؟ هو شايف طريقه الدفع الاصليه، يعني انت اول تذكره بتكون مطلعها هو بيقرا طريقه الدفع لوحده اوتوماتيك. لو كانت كاش بيحط لك اس انها كاش. بس عايز تطبع التذكره الجديده كاش بتروح بعد الاس وتدوس انتر هيطلع لك التذكره الجديده كاش بكام؟ ب 11 جنيه زي ما انت شايف التوتال قدامك فوق. واضحه؟ انا واقف بعد الاس شايفينها؟ عايز تطبع كاش روح بعد الاس دوس انتر هيطلع لك التذكره الجديده كاش. معايا لحد دلوقتي ولا في مشكله؟ كله شايف انا واقف فين بعد الاس صح؟ بس دوس انتر بعد الاس على طول التذكره دي بتطلع على طول هينفذ الطباعه. واضحه يا جماعه؟
في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب انا هدوس انتر بعد الاس اهي، كله شايف الرد؟ كله شايف الريسبونس؟ طب الرد ده معناه ايه؟ طلع التذكره وقفل الحجز، بس ممكن تفتح تاني من رقم الحجز عادي. يعني كانوا بيديك بيقول لك الكترونيك تيكت ايشود، بيدي لك موضوع في الحجز وبيدي لك رقم الحجز بالاخضر. طيب اعرف منين عندي كام تذكره في الحجز؟ اشوف التذاكر ازاي؟ اشيك على التذاكر ازاي وانا فاتح حجز؟ انا فتحت الحجز تاني. هعمل نجمه اتش تي اي، مش النجمه اتش تي يا جماعه بنفتح منها تذاكر، بنشوف منها التذاكر الموجوده عندنا. نجمه اتش تي اي، شايفين المدخل انا كاتبه ولا لا؟ كله شايف المدخل اللي انا كاتبه؟ تمام، بس انت كله شايف الرد؟ طيب حضراتكم شايفين الراكب ليه كام تذكره عندي؟ يعني بعد ما عملت النجمه اتش تي، تذكرتين. عايز تفتح اي تذكره بتخش على نجمه تي 1 ولا 2 بالماوس من غير ما تعمل مداخل. ما انت رامي ده ليه تذكرتين صح، بس غالبا مش هتلاقي التذكرتين اوبن، مستحيل. يعني انت دايما لما تعمل ريشو هتلاقي في التذكره الجديده حالتها اوبن، التذكره الاصليه حالتها اكسشينج، ده الصح. طيب عايز افتح اشوف حاله التذكره نفسها، هعمل كليك على تي اي نمبر 1 صح، دي اخر تذكره مصدرينها، دايما اخر تذكره بيحطها فوق، اخر اصدار بيحطها رقم واحد، كليك عليها. عملت كليك على تي اي نمبر 1، التذكره فتحت حالتها ايه؟ اوبن في الذهاب واوبن في العوده صح، بالتواريخ الجديده. ما هو التاريخ الجديد اللي هو الذهاب 28 ابريل، العوده اللي هي 12 مايو صح ولا لا؟ شايفينها معايا؟ التذكره في الذهاب وفي العوده حالتها ايه؟ اوبن مش كده؟ شايفينها معايا كويس؟ حتى التذكره اوبن ايه؟ يعني حتى مظللها كلمه اوبن بالازرق. طيب التذكرة التوتال بتاعها كام؟ شايفين كلمة توتال أنا مظللها بالأزرق وقفت عندها؟ توتال التذكرة الجديدة بكام بقى؟ 11 جنيه صح؟ لما تلاقي جنب المبلغ حرف الـ A اعرف إن دي تذكرة أديشنال من تذكرة تانية، تذكرة ريشو من تذكرة تانية. يعني دايما لما جنب التوتال يحط حرف الـ A اعرف دي تذكرة ريشو من تذكرة تانية على طول. طيب هنا كمان رغم ان دي التذكره الجديده اللي طالعه ب 11 جنيه، بس تحت خالص هتلاقي جايب لك رقم التذكره الاصلي اكسشينج فور، ادي رقم التذكره الاوريجينال انا مظللها تحت حتى بالازرق. شايفينها معايا كويس؟ كله شايفها؟ بس فانت التذكره الجديده هتبقى اوبن، وتحت خالص هتلاقي حاطط لك رقم التذكره الاصليه، فانت كده كده هتعرف تجيب رقم التذكره الاصليه. طيب فوق هتلاقي كلمه باك تو الكترونيك تيكت ليست بالاخضر، في ان ممكن اعمل باك اجيب التذاكر اللي هي اللي كانت بره في الاتش تي اي، انا عايز اراجع التذكره الثانيه كمان ابص عليها، فممكن اعمل باك تو الكترونيك تيكت ليست بالاخضر، كليك عليها جاب لك التذكرتين ثاني صح، فتح لي التذكرتين ثاني قدامي مش كده؟ انزل على التذكره الثانيه ازاي افتحها؟ هتلاقي نجمه تي اي 2 مش كده؟ لو عايز افتح التيكت نمبر 2 واضحه؟ بس نجمه تي اي 2 ادي التذكره الاصليه حضرتك هتلاقي حالتها ايه؟ شوفوا كده حضراتكم التذكره الاصليه ظهرت عندكم ولا لسه؟ بص حالتها ايه؟ انا مظلل عليها كده الحاله ايه؟ التذكره الاصليه مستحيل تلاقيها اوبن. صح؟ التذكره الاصليه حالتها ايه؟ اكسشينج. لما تلاقي تذكره حالتها اكسشينج يبقى دي التذكره الاوريجينال، دي اول تذكره طلعت العميل، دي التذكره القديمه او الاصليه زي ما بنسميها يعني صح، بس اول تذكره طلعت العميل او التذكره اللي احنا غيرناها استبدلناها بواحده جديده. ما كانت اكسشينج هنا يقصد ان انت استبدلت التذكره دي بتذكره جديده، غيرت التذكره دي بتذكره جديده. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ في اي سؤال؟ يعني لحد دلوقتي كل اللي احنا عملناه مشينا خطوات الريشو كلها،
غيرنا التاريخ، سعرنا، وبعدين قفلنا الحجز، بعد كده دخلنا على السعر، شلنا كل الضرايب، صح؟ وقفلنا السعر جرافيك بالماوس من التيكت اسيست، وطبعنا التذكره خلاص، وعملنا امر الطباعه، صح؟ التذكره جت طلع ب 11 جنيه، لحد كده الدنيا واضحه معاكم ولا فيها مشكله؟ طيب فاضل لنا ايه؟ حد فاكر؟ فاضل لنا الغرامه بس تعملها ايه دي، صح؟ الغرامه اللي هي كانت كام؟ 25 يورو، صح؟ طيب انت مش فاكر هي كانت كام بالمصري؟ ايه المدخل اللي احنا هنعمله؟ اف زد اس اي يو ار اللي هي يورو كام؟ 25؟ لا احنا مش هنعملها 25، هنعملها كام؟ 50 يورو، هنحولها اي جي بي. طب ليه 50 يورو؟ عشان الايرلاين ده عاملها فير دايركشن يا جماعه. فير دايركشن يعني انت غيرت له في الذهاب هتاخد 25 يورو على تغيير الذهاب، غيرت له في العوده هتاخد 25 يورو على تغيير العوده، يبقى التوتال 50 يورو. بس انا عايز اعرف 50 يورو كام بالمصري. بس ادي المدخل، ادي الفكره كلها. اهي. 50 يورو بكام؟ 909 زي ما ذكرت في المحاضره. وده اخر ابديت، سعر اليورو النهارده، سعر البنك المركزي المصري. فالمعلومه اللي قدامك دي ابديتد، عشان ما تشتغليش وتقول لي اصل انا هسال اليورو بكام؟ لا، عندك المدخل يحول لك اليورو بكام. عندك مدخل يقول لك اليورو بكام دلوقتي. صح؟ بس. الحاجات دي ما فيهاش ان انا افتي، ما فيهاش اصلا انا هحسبها بكالكوليتور. عندك المدخل هيديها لك ونفس المبلغ اللي هيطلع لك، ده المبلغ اللي انت هتعمله بالاي ام دي، لا جنيه زياده ولا جنيه ناقص. ماشي؟ طيب في مشكله لحد كده؟ طيب ركزوا بقى معايا. حضراتكم شفتوا انا فتحت ايه بس الاول؟ دخلت على بي ان ار ووقفت على ايه؟ انا لسه ما عملتش كليك، بس انا اول خطوه من اليوم دي هوريها لكم بتتعمل منين. اليوم دي خطوتين والاثنين بالماوس، مش هيبقى فيهم اي مشاكل. خطوتين الاثنين بالماوس، واضحه؟ خد بالكم ده المثال ده هنعمله يوم دي، بس هنعمله مرتين، مره من غير فرق سعر ومره ثانيه نعمله فرق سعر. في مثال ثاني هنعمله في اكتر من راكب، بس غرامه هتبقى ضريبه، عشان يبقى احنا غطينا السيناريوهات عموما بتاعت الشغل كلها. اول خطوه في الاي ام دي بنفتحها بالبي ان ار، اسمها كرييت سيرفيس سيجمنت. حضراتكم شايفينها اللي انا واقف عليها بالماوس، كرييت سيرفيس سيجمنت. كله شايف ولا لا؟ اهي كله شايف كرييت سيرفيس سيجمنت. دي اول خطوه في الاي ام دي، ماشي؟ دي اول خطوه في الاي ام دي، هتفتح حاجه اسمها بي ان ار، هتنزل على حاجه اسمها كرييت سيرفيس سيجمنت، لان الاي ام دي سيجمنت اسمها سيرفيس سيجمنت. واضحه؟ الاي ام دي سيجمنت اسمها سيرفيس سيجمنت. يبقى اخش على كرييت سيرفيس سيجمنت من بي ان ار، دي الستيب نمبر 1 او الخطوه رقم 1 فين؟ في الاي ام دي. تمام؟ في اي مشكله لحد دلوقتي يا جماعه؟ حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي سؤال؟ بس دي اول خطوه، وهي كده كده بتتعمل بالماوس، وحتى الخطوه الثانيه اللي هي اصدار الاي ام دي برضه بتتعمل بالماوس، فانت كده كده الموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل، مش هادك، مش صعب. بس كامل كليك على كلمه كرييت سيرفيس سيجمنت. تمام؟ واضحة لحد كده ولا لا؟ تمام؟ طيب هنا جايب لك ان هو عامل سيلكت لاسم الراكب، صح؟ انت عندك الحجز عليه كام راكب؟ هو راكب واحد، خلاص انت مش محتاج تعمل سيلكت، هو معلم على الاسم بتاعه لوحده. طيب ماشي، شايفين معايا؟
كله شايفها؟ طيب في تحت هنا تلاقي سيجمنت، حضراتكم شايفين خانه بتاعت السيجمنت. طيب خانه السيجمنت المفروض انت تعمل منها سيلكت للسيجمنت. طيب تفتكروا انا هعمل سيلكت على سيجمنت فيه؟ هو عاده انت المفروض بتعمل سيلكت على السيجمنت اللي انت مغيرها. طب احنا مغيرين في الذهاب وفي العوده صح؟ بالمناسبه لما تكون انت مغير في الذهاب وفي العوده ممكن تعمل سيلكت على اي واحده فيه ما فيهاش مشكله. ماشي؟ يعني مثلا هنعلم على كايرو كازابلانكا ولا كازابلانكا كايرو؟ انت اصلا مغير تاريخ الذهاب ومغير تاريخ العوده، خلاص اعمل سيلكت على اي واحده فيه صح؟ لكن لو مغير ذهاب بس سيلكت ذهاب بس، مغير عوده بس سيلكت العوده بس، ما فيهاش مشكله لان هنا ما فيش اوبشن ان انت تعمل سيلكت اول سيجمنت، فدي مش هتعمل معاك مشاكل، اختار اي سيجمنت فيهم وخلاص. ونفترض كايرو كازابلانكا. طيب بص يا مريم، انا دخلت من بي ان ار، شايفها بي ان ار دي ان انا بتحرك عليها اللي هي جنب كامل سيرش فوق، فتحت منها حاجه اسمها كريت سيرفيس سيجمنت اهي، يعني عنوان الشاشه اللي انا فاتحها دي اللي هي كريت سيرفيس سيجمنت. هتلاقي هو شايف اسم الراكب عشان حجز ما فيهوش غير راكب واحد، دي حاجه تمام. وهنا تحت انا بنزل اختار السيجمنت اللي انا عايز اعمل عليها ايه مين. تمام. طيب احنا انا هنختار انهي سيجمنت؟ تمام. ممكن نختار الذهاب او العوده بما ان احنا مغيرين الاثنين. واضحه معايا ولا لا؟ معايا يا جماعه؟ انتوا شايفين لحد كده ولا في مشكله؟ بس فانت ممكن تختار اي سيجمنت بما ان انت مغير في تاريخ الذهاب وفي العوده عادي ما فيهاش مشكله. انا ممكن هنا اختار اي واحده مني، انا كده كده مغير اصلا تاريخ ذهاب وتاريخ عوده فممكن اسلكت اي واحده منهم. لكن لو انت مغيره في الذهاب بس اختار الذهاب بس، مغيره في العوده اختاري. بصي عامه اختيار السيجمنت مش بيعمل لنا مشاكل في الاي ام دي، يعني دي ما تعمليش مشكله مع محاسب شركه طيران، اللي هيعمل لي مع محاسب مشكله مع محاسب شركه طيران الجزئيه اللي جايه الحته اللي جايه مش دي. يعني اختيار الاسم عاده ده عادي، انت بتختار الاسم اللي انت بتعمل له غرامه اي ام دي هتطلع له وثيقه الغرامه. السيجمنت بختار اي سيجمنت سواء انا مغير في الذهاب وفي العوده ممكن اختار اي واحده، دي ما فيهاش مشكله بالنسبه لي. لكن اللي هيعمل لي مشكله مع محاسب شركه طيران وشركه طيران نفسها الريزون كود. شايفها؟ انا فتحت الخانه اللي تحت اسمها ريزون كود، شايفين فيها كام اوبشن؟ يعني الاير لاين بيسمح بكام اي دي كام اي دي؟ لا ما هو هنا ما فيهاش سيلكت اول. يعني هنا في اختيار السيجمنت ما فيهاش سيلكت اول، انا بقول لك دي كده كده مش هتعمل ازمه. اصل انا بختار اي سيجمنت منه بس عشان هو يحط سيجمنت الاي ام دي. يعني هو بينزل اي ام دي كسيجمنت كترتيب في الحجز بس. فعشان كده اختار اي واحده فيهم، فمش تفرق معانا، مش دي اللي هتعمل لنا مشاكل اصلا. واضحه؟ يعني اختار السيجمنت ده يا جماعه عشان هو بينزل اي ام دي كسيجمنت بس يرتبها سيجمنت رقم كام، بس ادي كل الفكره. واضحه؟ طيب هي بقى الحته اللي جايه دي هي دي اهم حاجه في الموضوع. ما انا طيب فانت كده كده هنا هتختار انهي واحده من دول؟ هنختار انهي واحده فيهم؟ حضرتك الاير لاين هنا بيسمح بكام اي ام دي؟ او انواع اي ام دي؟ تشينج فيز ولا ريفاندبل بالانس ولا ديبوزيت داون بايمنت او اللي هي جروب ديبوزيت؟ تفتكروا انا في المثال بتاعنا هنختار انهي واحده فيهم؟ انت المفروض هتبقى عارف دي اللي بتعمل لك مشكله مع شركه الطيران لان انت اخترت حاجه غلط. صح؟ ما الرسوم اللي انت داخل تكتبها بتاعت ايه من دول؟ هل هي غرامه تغيير ولا فرق هيرجع لي من الايرلاين هو ريفاندبل بالانس ولا ديبوزيت للمجموعه؟ صح؟ هي دي اللي بتعمل مشاكل يا هلا. معايا يا جماعه؟ طيب انا الرسوم بتاعت الاي ام دي بتاعت انهي حاجه من دول؟ تشينج فيز
بالظبط كده. تحت بقى الغرامة كام؟ الفيز كام؟ الغرامة بتاعتنا اللي هي ال 50 يورو كام مصري؟ اللي احنا حولناها بالجنيه، لأن أنت أي مبلغ هيتكتب هنا ده بالجنيه المصري مش بعملة تانية، اللي هي 909.00، شايف هنا معايا؟ أو 910 مش هتفرق يعني، ما جاتش على جنيه. بس المهم ما ينفعش تتكتب أقل من المبلغ الصح. زيه أو أعلى مش تعمل مشاكل. ماشي؟ يبقى احنا فتحنا دي ان دي منين؟ اول خطوه من بي ان ار حاجه اسمها كريت سيرفيس سيجمنت. تاني كده كده مش فاهم. ما كده كده كانت مكتوبه لما فتحنا المايك بالظبط بالظبط. ما انا عشان كده برضو بركز عليها، يعني ايه الحاجات اللي الايرلاين مفعله في الاي ان دي، عشان برضو انت هنا لو اخترت مسمى غلط دي اللي بتعمل لكم مشاكل مع محاسب شركه طيران. ماشي؟ ولو كتبت غرامه غلط دي اللي هتعملك مع مشكله مع محاسب شركه طيران، فانت لازم تختار المسمى صح والغرامه صح، الاثنين اكتبهم مظبوط صح. بس فاضلك ان انت تعمل كليك على سبميت، دي الخطوه رقم واحد في اليوم دي بالمناسبه. يعني هتلاقيها هي بالمناسبه اصلا كان الطبيعي انها ليها مدخل. تمام؟ الطبيعي ليها مدخل، بس انت النهارده هتلاقيها سهله جدا انها تتعمل بالماوس. ماشي؟ طبيعي ليها مدخل بس سيء، ممكن اعملها بالماوس اسهل بكتير. ماشي؟ معايا؟ طيب وتحط الغرامه بس انزل اعمل سبميت، دي الستيب نمبر 1، خطوه رقم 1 بدل مدخل، بس سبميت. طب سبميت اعرف منين هو قبل؟ يعني تعرف منين هو قابل بس ان انا عملت اول خطوه صح. ماشي؟ هتلاقي كلمه سيرفيس كريشن سكسسفول ظهرت بالاخضر، اسم الراكب والتشينج فيزا اللي انت اخترتها، صح؟ واضحه ولا لا؟ حد عنده مشكله؟ معايا يا جماعه ولا لا؟ فاهمين كده لحد دلوقتي؟ المدخل كده كده لو انت عندك الورق اللي انا بعته هتلاقي المداخل موجوده في ورق، هم مدخلين بس صدقيني دي افضل 100 مره من المدخل. وبالمناسبه دي اصلا موجوده عند الناس كلها، يعني انت عندك حته الاي ام دي مش حاجه انت بتعملها داونلود او سوفت وير، ده هو كده كده موجود جوه بي ان ار اصلا، وموجود جوه التولز كمان اللي هي خطوه اصدار الاي ام دي نفسها. فدي كده كده انت مش هتخليك تحتاج المداخل، لان هو كسوفت وير هو نازل لك اصلا جوه السيستم، مش انت اللي بتنزله، يعني مش انت اللي بتضيفه، هتلاقيه نازل للناس كلها اصلا. تمام؟ فكده كده احنا مش محتاجين مداخل، بس لو عايز المداخل هو كده كده موجود في الورق اللي انا عامله، ممكن ابعته للناس كلها. بس دايما خدوا بالكم في حاجه، انا دايما عامه في التريننج ممكن اكتب للناس المداخل في الورق، بس انا بشتغل جرافيكال عشان بس اوري للناس برضو ازاي اوفر وقت ومجهود، ازاي ان انا مش محتاج ان انا اعمل كل حاجه مدخل، صح؟ ما انا عايز اور يعني كده كده ما فيهاش مشكله، انا هوريكم الورق دلوقتي، هوريكم ما فيهاش مشكله. تمام؟ طيب خليكم معايا. خلاص قال لك سيرفيس كريشن سكسسفول، كده الخطوه الاولانيه. اقفل بقى الشاشه بتاعت اللي هي كريت سيرفيس سيجمنت، يقفلها عادي. خلاص ما تقلقيش، انا كده كده هقولها تاني نوها، يعني المثال ده احنا لسه هنعمل عليه ريفيوش تاني بس بدرجه اعلى، يعني درجه اعلى عشان هي فيها فرق سعر. طيب بصوا يا جماعه، خلاص اعمل اي ار على السيستم عادي، تعالى اعمل اي ار سيف اللي انت عملته. تمام؟ ما تقلقوش، الخطوه اللي هي هنعيدها تاني، ما حدش يقلق يعني، ما تقلقوش. هنعمل اي ار عشان نسيف خطوه الاي ام دي اللي احنا عملناها. طيب حد شايف ان الاي ام دي نزل في الحجز في شكل سيجمنت ولا لا؟ حد شايفها؟ سيجمنت رقم 3 هتلاقيها موجوده في الحجز، حتى اسمها اس في سي سيرفيس سيجمنت، شايفينها ولا لا؟ شايفينها؟ واضحه عند الناس كلها؟
طيب فهو بينزلها لك كسيجمنت عشان كده اسمها سيرفيس سيجمنت، بتنزل شكل سيجمنت عادي بغض النظر ترتيبها السيجمنت رقم كام، مش دي القضيه بالنسبه لنا خالص، لانه دايما بيحطها يعني اخر سيجمنت في الحجز كترتيب يعني. ماشي؟ طيب بصوا معايا هنا فاضل الخطوه رقم 2 هنجيبها منين؟ بصوا حضرتك وبصوا انا فتحت ايه وقفت على ايه، انا لسه ما عملتش كليك بس شوفوا انا دخلت على ايه. دخلت على حاجه اسمها تولز، شايف هنا التولز اول ما تفتحه لوحده كده من غير ما تنزلها ولا حاجه هتلاقي في حاجه اسمها اي ام دي مانجر، شايف هنا معايا ولا لا؟ دي الخطوه رقم 2 في الاي ام دي اللي احنا بنصدر منها الاي ام دي لاصدار الوثيقه نفسها. واضحه؟ حد شايفها؟ بس كليك على الاي ام دي مانجر دي اللي انت حتى بص اسمها واضح اي ام دي، يعني حاجه مرتبطه بالاي ام دي بس ملهاش علاقه بحاجه ثانيه غير الاي ام دي. الاي ام دي مانجر يا جماعه دي اللي احنا بنخش نطبع منها الوثيقه، اللي بنصدر منها الوثيقه بس. فهم خطوتين، خطوتين يا مدخلين يا خطوتين بالماوس بس، هي كده اسهل. الاي ام دي مانجر لما نخش عليها ادي الشاشه اللي هتظهر قدام حضراتكم، شوفوها كده ظهرت عندكم ولا لسه؟ تمام. طيب هو هنا شايف اسم الراكب صح، شايف المسمى بتاعها اسمها تشينج فيز زي ما انتم شايفينها بتتحرك بالماوس فين، شايف رقم التذكره الجديده اللي هي طالعه ب 11 جنيه لان دي مدينه مناسبه غرامه مرتبطه برقم التذكره الجديد مش مرتبط بالتذكره القديمه، فانت اعمل الريشو الاول حضرتك وبعدين اعمل الاي ام دي، لان في ناس بتعمل العكس وده غلط، انت بتربط الاي ام دي برقم التذكره الجديد مش بالقديم، باللي حالتها اوبن بالجديده. تمام. هي ظاهره هنا التوتال كام؟ 909 شايفينها؟ كله شايفها كويس ولا لا؟ طيب في حاجه واحده ناقصه، ايه هي؟ في كلمه كده مكتوبه بالاحمر حضراتكم شايفينها، شايفينها كويس ولا لا؟ جنب كلمه فورم اوف بايمنت نون سبيسيفايد غير محدده، يعني طريقه الدفع غير محدده، حد شايفها؟ بس الحاجة الوحيدة اللي هتختارها هنا من الشاشة طريقة الدفع، الطباعة بتتم بالماوس. شايفين كلمة ايشو اللي تحت بالأزرق؟ حد شايفها؟ جنبها كلمة اسمها Edit Payment Method، شايفين الكلمة دي كويس؟ دي اللي أنا بختار منها يا جماعة طريقة الدفع بتاعت الإيميل إزاي؟ أهي فوق كلمة كروز اللي تحت لو شايفينها. كله شايفها كويس ولا لأ؟ كليك على Edit Payment Method بس فتح شاشه، شايفين فيه كام طريقه دفع؟ تمام كده؟ بس هتختار غالبا كاش او ممكن تختار كريدت كارد، يعني انت بتتكلم عامه طريقه الاي باي عامه هي نفس فكره الكريدت كارد عادي، لو بتتكلم لو انت مسموح لك تتبع كاش او مفتوح لك الكاش تختار كاش عادي، يعني انا بالنسبه لي عادي بيقبل مني الكاش عادي ما فيش مشكله. هختار كاش، ان انا طالع الاي ام دي كاش، الاي ام دي مدفوع لك كاش، تمام؟ هتعمل كليك على كلمه سبميت، شايفينها واضحه داخل قدامكم؟ بس كده كل اللي ناقصك ان انت تعمل كليك على كلمه ايشو وتطبع الاي ام دي، ادي طباعه الاي ام دي، ادي اصدار الاي ام دي. حد شايفه صعب؟ حد شايف في اي مشكله او في اي صعوبه؟ بس كليك على كلمه ايشو انا واقف عليها ايه بالماوس، يبقى انت بس هنا في الاي ام دي مانجر انت عاده بتختار بس طريقه الدفع دي الحاجه الوحيده اللي بتختارها، وبعد كده ايشو مجرد ما بتعمل كليك على كلمه ايشو اهي كليك ايشو بص الرد ايه، شوفوا الريسبونس ايه. ايه الريسبونس اللي ظهر بالاخضر فوق؟ شايفينه؟ ام دي كريشن سكسسفول فور تشينج فيز، اسم الراكب كذا، يعني معناها طبعا ولا ما طبعش؟ اه طبعا. ده الريسبونس الوحيد اللي بيظهر في حالة ان هو قبل اصدار الاي ام دي، واضحة؟ شايفينها كويس؟ كله شايفها كويس؟
بس اقفل بقى شاشه الام دي خلاص، اعملها كلوز، انت مش محتاجه حاجه. واضحه؟ هنقفل الشاشه خلاص، هو كده طبعا تمام. هنعمل كلوز للشاشه من تحت. واضح يا جماعه؟ بعمل كلوز منين بس عشان بس تبقوا شايفين انا ماشي بالراحه واحده واحده على قد ما اقدر. كلوز. تعالى بقى في شاشه الحجز، انزل بس تحت كده الماوس. قول اتفضل. احيانا ما بيطلعش رقم التيكت، بيقول لي ان مش فعلي رقم التيكت، بطلع صدر الايم ايم دي مانوال. ما هو كده مانوال، قصدي بالكريبتك، قصدي كريبتك يا اسامه. الكريبتك، الكريبتك انت كده كده لازم تحط انت رقم التذكره بايديك. تمام. لو انت هنا هو بيشوف التذكره لوحده، ده اللي هو الجرافيكال. لو انت عايزها بالمدخل، انا في المدخل انا اللي بكتب رقم التذكره اللي هتطلع اليد عليها الاي ام دي، ده الفرق. فهي بالجرافيكال احسن 100 مره من المدخل. تمام ماشي. وارد بالمدخل ان انت كتبت رقم التذكره غلط او مش مظبوط. ميزه الجرافيكال بيشوف رقم التذكره اوتوماتيك لوحده، فدي ميزه في حد ذاتها اصلا هتريحكم كتير جدا في الشغل. عشان كده انا بقول لكم انت الحاجه اللي هي كانت بتتعمل بمدخل وعندك بديل ليها بالماوس احسن لك 100 مره، لان هتلاقي في حاجات في السيستم بيشوفها لوحده من غير ما انت تكتبها، من غير ما انت تختارها. صح؟ تمام. معانا؟ ماشي؟ طيب بص، ظهر ايه في الحجز تحت؟ ايكون اسمها ايه؟ كلكم شايفينها كويس؟ انا واقف عليها لونها ازرق. اي ام دي ال، كله شايفها؟ كله شايف الاي ام دي ال اللي انا واقف عليها بالماوس؟ تمام. اي ام دي اقل من المنظمه ما بتظهرش في حجز احنا الا اذا كنا مصدرين الاي ام دي، يعني دي عمرها ما تظهر الا اذا كنت انت طبعت الاي ام دي اصلا. ماشي؟ فعندك حاجه تثبت ان انت مصدر تذكره اللي هي الاتش تي او اتش تي اي، عندك حاجه تثبت ان انت مصدر اي ام دي لو ظهرت الاي ام دي اقل، غير كده لو مش موجوده يبقى احنا لسه ما طبعناش الاي ام دي. ماشي؟ وممكن واحد عمل الخطوه الاولانيه في الاي ام دي بس ما طبعش من الاي ام دي مانجر، يبقى لسه مش هيظهر له اي ام دي ال الا لما يطبع الاي ام دي ال. صح؟ طيب اي ام دي ال ممكن اعمل كليك عليها او ممكن اكتبها في الشاشه الثانيه بنفس المدخل اي ام دي ال عادي. حط المدخل ده في الشاشه الثانيه في شاشه المراكب اي ام دي ال، فتح لي الليست بتاعت اي ام دي ال اللي هي اختصار الكترونيك ميسيلينس دوكيمنت ليست. تمام؟ الرقم اللي حضراتكم شايفينه هنا جنب الاي تي كود الايرلاين ده رقم الوثيقه، اسم الراكب اللي طلع له الوثيقه، اتعمل لها ايشو يوم 15 جولاي 20، اتعمل لها ايشو الساعه كام؟ بس بتوقيت جرينتش زون تايم، يعني الساعه 12:31 اللي هي 12:30 توقيت جرينتش اللي هي 2:30 توقيت القاهره. واضحه؟ شايفينها؟ طيب جنب الايرلاين مكتوب رقم واحد بالاخضر اللي حضراتكم شايفينها معايا، رقم واحد بالاخضر اللي جنب الايرلاين شايفينها؟ واضحه معانا ولا لا؟ بس كليك على رقم واحد بالاخضر، رقم واحد بالاخضر اللي انا واقف عليها دي اللي هي جنب الايرلاين اهي، اللي هي زي رقم السطر بس كليك عليها. بس ايه اللي ظهر؟ حضراتكم شايفين حاجه؟ مش ال 909 بس يا حسام، كمان ظاهر كمان الايرلاين مديني اوبشن لو عايز اعمل اي ام دي فولت بالماوس او حتى اي ام دي ريفاند بالماوس من غير ما تقعد تدور على المدخل بتاع الاي ام دي فولت. دي ميزه شغل الماوس، الاي ام دي يتفتح بالماوس لو عايز افوضه افوضه بالماوس، عايز اعمل له ريفاند لو الايرلاين بيقبل ريفاند هيفتح لك ريفاند، لو بيقبل فولت بيفتح لك فولت بالظبط كده، مش محتاج بقى ادور على المدخل زي الكراسي زي الشنط. تمام؟ او حتى لو انت عايز تفتح اي ام دي ديتيل ديسبلاي، عايز اعرف التفاصيل بتاعته مرتبط بانهي رقم تذكره ورقم الحجز، بيجيب لك كل تفاصيل الاي ام دي كلها مجرد ما انت تخش على اي ام دي ديتيل ديسبلاي. واضحه يا جماعه؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب ممكن بس استاذنكم معلش ناخد بريك بالظبط يعني
13 دقيقة يعني مش هنكمل ربع ساعة تمام ونكمل مع بعض. هستأذنكم لو النهاردة قعدنا لبعض أربعة مش هنقعد كتير بعد أربعة ربع ساعة تلت ساعة زيادة عشان بس عايز أقول الأمثلة بتاعتي كلها وفي نفس الوقت برضه الناس كلها تفهم معايا. فهنفصل شوية بريك كده ربع ساعة تمام أو نرجع بالظبط 3 ل 10